حد من اونلاين سمعنا؟ الو معاك يا دولي، معاك، هل تسمعني؟ معك بوضوح. اسمعك بوضوح كبير. الا المفاجاه دي، ده اللي اتفقنا عليه. مش قلت لك لما حد يجي تبعت لي على طول؟ ايه ده؟ ما كنتش اعرف انك موجوده. ده شعرك بالعبايه. ايه ده؟ هنتصور النهارده مع بعض. هنتصور اهو، سمو الامير وسمو الاميره اهو. ايه ده؟ ازاي؟ ايه ده؟ بتهزروا؟ ليه مش صايمين ولا ايه؟ لا انت بعت على الجروب ان الساعه 8. بعت ايه ده؟ اه والله بعت على الجروب ان الساعه 8. 8 دي اللي امتى؟ 8 دي اللي هي الساعه 8. اه والله احنا عمرنا خدنا السيشن في الساعه 8. ايه ده؟ الناس كلها جايه الساعه 8. طب ما حدش فكر يبعت يا باشمهندس، مش جايز غلطان يا هندسه، مش جايز اي حاجه. لا خالص ولا خدت بالي. حبيبي اخبارك ايه؟ اهلا حبيبي، اهلا. عامل ايه؟ عايش نجيب والله. عامل ايه؟ الله يخليك، عشان بقى صلاه الترويح بقى. ربنا يتقبل بقى. انظر اخبارك ايه؟ ايه الحلاوه دي؟ عامل ايه؟ كله زي الفل؟ ماشي الحال؟ ايه الواتساب؟ بص يا سيدي، من اول يوم رمضان لسه فايق دلوقتي، حرفيا لسه في حالا يعني. وانا جاي كده في السكه قلت يا انا صحيت بالظبط في 7 8 ايام كده، ما اعرفش هم خلصوا ازاي. ها كام رمضان اصلا؟ 8 صح؟ ما حسيتش بيهم خالص. اخبارك انت ايه؟ عامل ايه؟ كله زي الفل؟ ايه ده فين؟ طب حلو. ايه طيب؟ سبعه ولا ضبع؟ لسه بقى هنشوف. لا في المذاكره لسه بكره. لا ستوسع ان شاء الله. اللهم صل على النبي. ايوه بقى، بقول لك ايه بقى، يبقى الغلطه بتاعت الساعه 8 دي جت عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر تظبط معايا. الحمد لله، اخر ربنا يكرمك بالخير ان شاء الله، ويا رب متوفق باذن الله. طب بقول لك، هو دلوقتي انت عاوز تركز على حاجه في السفرات؟ ماشي. طب ماشي، ندور على اليوتيوب على التيشيرت. مش عايز تشوف الجيم؟ سي سي ايه ده؟ الام سي سي ام سي اس اي. بس ده في فيم، انت سمعت كلمه فيم ولا انا غلطان؟ الفي ام فيرتشوال ماشينز. مش حاجه اسمها فيم، حاجه ثانيه. الفي ام ده دي هتبقى مايكروسوفت ايجر مثلا. ايجر ايجر فند يعني، اول حاجه اول شباتر في ايجر. ايه ده بقى؟ ده الجوب ديسكريبشن، ده كله اي تي بحت. بعيد شويه عن النتورك. مفيش، انا مش شايف، كله مش شايف في حاجه نتورك خالص، كله سوفت وير اي تي سيرفيس. ويندوز سيرفر 2008 و2016. طب اقول لك ايه، انت شفت البي دي اف بتاعت اشرف ابو حطب؟ بتاعت الام سي اس اي والكلام من ده؟ لا. بس عارف هتلاقي ام سي اس اي كتير قوي، انا شايف الانترفيو دي كل النقط اللي فيها ام سي اس اي. اكيد هيسال شويه نتوركس في الاول يعني. بس هيتركز مايكروسوفت اكتر. انا عرفت انها هتبقى بيزك في السيزون 8 ماشي، وفي الترابل شوتنج ماشي، انها هتديني كذا سيناريو ماشي حلو، وعايز اشوف هفكر ازاي واحلها ازاي. ماشي سهل. طب مره تقعد ورا كده ولا ايه؟ عشان كده ايوه، يمين سنه وشمال سنه. بس يعني مثلا افكار ايه ممكن هو باشمهندس قال لي، يا اما هتبقى كونفجريشن، يا اما مثلا ساعه كونفجريشن، حاجه في الاي بيات، حاجه في الماسكات، حاجه تحتاج بينج، حاجه تحتاج تريس. ساعه الجو ساعه ولا بس ما اعرفش مطلع هواء سخن ليه. ماشي، حاول تعرف، حاول تعرف شنو اللي هيحصل. احنا فيها دي بتابعنا دي كمان عروستي. ايه قولي اكتر، كان حاجه فيها اكل؟ ما كانش فيها اكل. ايه ده؟ الحاجه الوحيده انا بعرفها في رمضان فيها اكل. ايه ده بجد؟ والاثنين؟ يعني بكره والاثنين؟ بس ده غير الاثنين بيتكلموا عليه. ده موضوع تاني. بحاول اربط الاحداث مع بعض، انا بعرف. طب هو يبقى حاجه فيها اكل. ازيك يا باشمهندس؟ ازيك يا هندسه، اخبارك ايه؟
الحمد لله. هنخلص النهارده الساعه كام بقى؟ نبدا. حاضر يلا خلاص نبدا على طول. نبدا على طول. بص عملت ملخص سريع كده. ماشي. حساب الليرز طبعا. حلو. خلاصات. ماشي. طبعا عملت للفرق بين سويتش وهاب والراوترز. حسن. تربل شوتنج. ماشي. والهندسه طبعا شرح الكونفجريشن. حلو قوي قوي كده زي الفل. وكل الشوفات اللي ممكن تتعمل ما فيش احلى من كده. هل في حاجه زياده؟ دي الشوفات الاساسيه. بينج وتريس بقى معهم بس وكده. والدي ان اس بقى وال تصدق دي ان اس ودي سي بي والارب الثلاثه مع بعض برضو مهمين. النات النات كتبت الموديل. ماشي. شو ارب كتبت النات تحت. والنات اهو صح كويس قوي. وفي بي ان طبعا ما فيش اهم من كده. بقول لك انت لخصت السي سي ان اي كلها كده. هي النقط اللي ممكن بسيطه اللي تسال فيها دي لام مثلا دي. بس مش هيوصل لكده. مش هيخش معاك. مش هيوصل معاك بقى لكده. شو ارب بس. شو ارب بس. في اثنين شو ينفع شو اي بي ارب وشو ارب الاثنين يطلع نفس النتيجه. طبعا مين عشان خاطر لو عايز تعمل شو اي بي في 6 ارب فشو ارب بس. حصل شايفه مكتوبين صح. بس هل مثلا يعني في سيناريو معين ممكن يتقال للتربل شوتنج؟ لا طبعا تربل شوتنج سيناريوز عددها ما لا نهائيه. يعني ما حدش يقدر يتوقع تربل شوتنج سيناريو. يقول لك ايه ده لو واحد مثلا بقاله 10 سنين حلو ممكن يتسال في سؤال يكون اول مره يسمعه في حياته كلها. لا تربل شوتنج ده محتاج يعني بص طبعا هيسالك ليفل ان انت ليفل فريش بالظبط كده. هتلاقي لا بيسالك اسئله بسيطه قوي. لا اغلبها ممكن بالبينج والبينج والتريس والشو والكلام من ده بس. تلاش عشان انت كده لخصت القصه كلها. بعتك دلوقتي هو الاي تي الانترفيو ايوه دي مهمه قوي. دي مهمه قوي. يا سلام عليك. يا ريت اقول لك ايه دي تبقى مثلا دي البصه الاخيره المراجعه النهائيه. امال ايه؟ على الله 26 دي؟ سقة؟ لحقنا؟ يا جدع استنى بس مش كان يوم الاثنين 25؟ الاربع 26 دي 27 ياه الايام بتجري حبيبي والله حبيبي تسلم انا بلم العده دي كلها عشان خاطر دي عده السفر. سفر العمره. بنتكلم على سفر العمره مش الساحل. لا الساحل فيه شرط حاجه ثانيه. سعودي. انا سعودي. مطار اثنين. مطار اثنين ثلاثه. لا متاكد. مش ثلاثه. متاكد من التكت. بص انت حجزت ولا ما حجزتش؟ التكت حجزت خلاص. ايه ده فين؟ المطار. ايه يا عم انت ده؟ وانا بقول لك في اثنين. بقول لك ليه طب من المطار الموسمي ده بتاع ايه؟ مصر طيران ولا حاجه ثانيه؟ مصر طيران كل حته. كل حته صح؟ عشان كده. بعت له البتاع عشان لو يقدر يعمل لك حاجه على الموقف اللي حبيبي والله. ماشي. ايه ده؟ عمره. شغال في المطار؟ مش باين عليه طيار؟ ايه ده في؟ لبس طيار. في لبس طيار. هيئته طيار. في دقن ودقن طيار. في ايه؟ انا هسافر يوم 15. 15 طب ماشي استنى كده. ماشي والله بكمل خلاص. ان شاء الله اشوفك على خير. تسلم. طمنا بكره عليك. طيب طمنا بكره عليك. طمنا بكره عليك بس ماشي. شوف كده وطمنا عليك. مع السلامة. أشوفك على خير إن شاء الله. تعالوا نشوف يا جماعة بقى موضوع محاضرة النهاردة. موضوع محاضرة النهاردة وهو الكلام عن حاجة اسمها الـ VPN. طب احنا عايزين نحكي عن أي نوع من الـ VPN. بص الـ VPN كلمة عايمة قوي. وممكن يطلع مثلا واحد مثلا ماسك الموبايل بتاعه بيخش مثلا على سايتس بعيدة عنه بيعتبر ده VPN. بس مش ده اللي احنا قصدنا فيه في محاضرة النهاردة. أمال الكورس بتاعنا بيتكلم على إيه؟ كإنتربرايز عايزين نتكلم عن حاجة اسمها سايت تو سايت VPN. يعني سايت تو سايت يعني من اللان تو لان VPN. طيب يا ترى ايه انواع الفي بي انات اللي ممكن تشتغل معانا من لان لان؟ بص انواع الفي بي انات كتير. نوع مثلا منهم اسمه جي ار اي مع اي بي سيك
في بي ان، وده اللي هنبدا بيه ان شاء الله السبور اللي جاي على طول. تعتبر واحد من اشهر انواع الفي بي انات اللي هياخد مننا يمكن هو اكتر وقت المحاضره، بس هيريحنا بعد كده في بقيه الانواع الثانيه. ليه؟ بقيه الانواع الثانيه هي تعديلات موجوده عليه. طيب ايه النوع الثاني من الفي بي انز اللي ممكن تبقى ما بين سايت تو سايت، يعني من لان لان، من فرع شركتنا لفرع شركتنا؟ نوع اسمه دي ام في بي ان. هيطلع ايه الفرق ما بين الجي ار اي مع الاي بي سيك والدي ام في بي ان؟ يطلع الجي ار اي مع الاي بي سيك مفيد اكتر لو هنشتغل بوينت تو بوينت. يعني ايه؟ لان عايزه توصل بلان واحده، لكن لو لان عايزه توصل بلانات كتير، يعني شركتي فرع رئيسي وليها فروع كتيره، الدي ام في بي ان هيبقى نوع افضل. ليه؟ دي ام في بي ان اختصار لدايناميك مالتي بوينت في بي ان. طب ايه الميزه اللي فيه؟ الميزه اللي فيه ان هو ممكن يقدر يشتغل بوينت تو مالتي بوينت، او ممكن عايز يشتغل مالتي بوينت تو مالتي بوينت برضه. لو عايز تشتغل بوينت تو بوينت توبولوجي ده كفايه بالنسبه لك لو هما فرعين بس، لكن عندك اكتر من فرعين عايزهم يشتغلوا بفرع رئيسي وفروع حواليه، او كل الفروع تشوف بعضيها باي شكل من الاشكال، تقدر تشتغل بحاجه اسمها الدي ام في بي ان. يطلع دي ام في بي ان مش غريبه عن الجي ار اي مال اي بي سيك. ليه؟ يطلع ان احنا عشان نقدر نعمل الدي ام في بي ان هنعدل بس في الجي ار اي، وهنعمل حاجه اسمها ام جي ار اي. والام جي ار اي مالتي بوينت جي ار اي. طيب وايه كمان؟ وهنستخدم نفس الاي بي سيك هو هو، نعرف حالا ايه فائدته في السبوره اللي جايه، بس هنزود معاهم بروتوكول ثالث اسمه NHRP، شبه الأرب كده، اسمه Next Hop Resolution Protocol. زي الأرب، الأرب اختصار Address Resolution Protocol، فده اسمه Next Hop Resolution Protocol. فالقصد بس ان هنزود حرف الام على الجي ار اي، هنشوف ان شاء الله مش الجي ار اي، لما نزود حرف الام دي هتفرق في ايه. هنزود بروتوكول اسمه NHRP، تلاقي في الاخر اشتغلت دي ام في بي ان، ساعدك انك تقدر توصل ما بين فروع اكتر بكتير، مش بس فرعين مع بعض. مناسبين الاثنين دول لمين؟ بالنسبه للجي ار اي مع الاي بي سيك، مناسب جدا جدا لو هتشتغل عبر بابليك وان. بمعنى ايه؟ انا هحاول اعمل في بي ان ازاي؟ هحاول من خلال شبكه بابليك ابني شبكه برايفت. يعني اعمل ايه؟ يبقى عندي فرع شركتي الاولاني وعايز اوصل لفرع شركتي الثاني، ومين موجود في النص؟ موجود في النص شبكه بابليك زي شبكه الانترنت، وعبر شبكه الانترنت هقدر ابني شبكه افتراضيه خياليه هنسميها كده شبكه اوفرلي. ومعناها ايه كلمه اوفرلي؟ وساعدت علينا قبل كده يمكن انت محاضره مثلا 14 15 كلمه اندرلي واوفرلي. اندرلي معناها البنيه التحتيه الاساسيه، واوفرلي معناها الشبكه الافتراضيه اللي احنا هنبنيها عليها. كانت جت ساعتها امتى كلمه اوفرلي دي؟ ساعه لما اتكلمنا على الاس دي اكسس والاس دي 1. كنا بنقول ان الاس دي اكسس والاس دي 1 هم هدفهم ان احنا بيبقى عندنا شبكه اندرلي بنبني فيها شبكه افتراضيه تكون فيها ايزير اوتوميشن، ايزير اشورنس، ايزير مانجمنت، الحاجات دي كلها. طيب الدي ام في بي ان برضه هتطلع مشهوره ان انت ممكن تشتغل بيها عبر بابليك وان. فايه المفيد في الاثنين دول؟ سعرهم رخيص، اشتراك في خط انترنت واقدر اوصل ما بين فرعين، او اشتراك في خط انترنت بابليك وان واعمل ايه؟ اوصل ما بين فروع كتيره وبعضها. ازاي طيب؟ عايز توصل بوينت الفرع الرئيسي بمالتي بوينت، او كله ببعضه، يعني عايز الفروع كلها تبقى شايفه بعضيها، مفيش حد احسن من حد، فتقدر ان انت توصل ما بينهم من بعض بالدي ام في بي ان اللي هنحكي عليها بس في سبوره ثانيه، دي سبوره ودي سبوره ثانيه. طيب في انواع ثانيه من الفي بي ان عشان نبقى برضه حكينا الحدوته كامله، زي الفي بي انات اللي بتتعمل بحاجه اسمها الفي ار اف وفي ار اف لايت. طب ايه الفي ار اف دي؟ دي يمكن واحده من ارخم المحاضرات اللي عدت علينا لكن فيها تفاصيل كتيره. الفي ار اف دي ان احنا نقدر نعمل حاجه اسمها فيرتشوال راوتنج اند فوروردنج. مناسبه اكتر لفين الفي ار اف دي؟ مناسبه اكتر هنشتغل في برايفت وان. ازاي يعني؟ لو شركه وفروعها وعايز اخلي السيرفيس برايدر يقسم الشبكه بتاعته، يبقى عنده في ار اف للسي اي بي وفي ار اف للاتش بي سي. طب ايه الفرق ما بين الفي ار اف والفي ار اف لايت؟ الفي ار اف ان احنا هنستخدم الام بي ال اس في الفي ار اف دي، والفي ار اف لايت ان احنا دو نوت يوز ام بي ال اس. هو في اوبشن احنا ممكن ما نستخدمش ام بي ال اس؟ ايه الاوبشن البديل للام بي ال اس اللي ممكن نعمل بيه في ار اف بشكل لايت يكون خفيف شويه؟ ان احنا نستخدم ممكن مكانها حاجه زي دوت 1 كيو تاج. واصلا كان ايه لازمه الام بي ال اس في الفي ار اف؟ هو كان لازمته عشان خاطر الداتا وهي راجعه بس، يعني بنبعت ابديت والداتا وهي راجعه بنقدر ان احنا نرجع الداتا باثنين ليبل.
فهم فكروا طب ما ممكن نرجع الداتا بدل باثنين ليبل بحاجه اسمها اثنين تاج دوت 1 كيو تاج، يعني بدل ما يبقى عندي ليبل 16 وليبل 70 مثلا اطلع داتا بدوت 1 كيو تاج 5 و50 يعني 1 5 1 50. فالقصد ان ممكن نستعيد بدل الام بي ال اس لو الانفايرمنت بتاعتنا مش عايزه ام بي ال اس بنستخدم حاجه اسمها دوت 1 كيو تاج اللي هو بتاع الفيلانات، وده ساعتها هنسميه في ار اف لايت. بس ده مناسب اكتر ليه؟ للشبكات البرايفت ويب. الاحسن منهم بقى كلهم وهو احدث نوع عايزين نجيب سيرته النهارده ال في اكس لان. ال في اكس لان فيرتشوال اكستنسبل او اكستندد فيرتشوال اكستندبل لان. وده ايه بقى الميزه اللي فيه؟ الميزه اللي فيه عايز تشتغل فيه في برايفت وان، يعني السيرفيس برايفت بتاعك سيرفيس برايفت ينفع، عايز تشتغل بيه بابليك وان يعني ثرو انترنت برضه ينفع. فالميزه اللي فيه خليها مع السبوره الاخيره بقى. بمعنى احنا عندنا سبوره عايزين نحكي فيها عن مين؟ عن الجي ار اي مع الاي بي سيك. عندنا سبوره كمان عايزين نحكي طيب فكره الدي ام في بي ان بدون دخول في تفاصيل كوماندات اكتر. ليه؟ لان الكوماندات بتاعتها مش عليك في الكورس بتاعك، يمكن في كورسات ادفانسد شويه في السكيورتي، زي في السكيورتي اصلا كورس واحد اسمه في بي ان لوحده، يعني في السيرفيس بروفايدر برضه كورس لوحده اسمه في بي ان. فمش عايز اتقل عليك في الكونفيجريشن، بس الكونفيجريشن بس لو عملت سيرش عليها هتلاقيه. يعني انا برضه احاول افتكر لك ايه المهمه من الكوماندات بتاعتها، بس انا قصدي لو حبيت الكونفيجريشن الكامله مش هتبقى صعبه انك انت تفتكر، بس الكونسبت هو اهم حاجه بالنسبه لنا. فعندنا سبوره الجي ار اي مع اي بي سيك، عندنا سبوره الدي ام في بي ان، وعندنا سبوره الفي اكس لان. طب مش هناخد يا باشمهندس الفي ار اف؟ ما احنا خدنا السبورتين بتوع الفي ار اف دول، ربنا يسامحنا على اللي حصل ساعتها يعني. فكان في سبورتين كده عناف شويه، كانوا ثلاث سبورات ساعتها، سبوره كانت مقدمه وسبورتين بنشرح الرسمه بالكونفيجريشن، كانوا يعني مؤلمين شويه، كانوا قبل رمضان على طول، فاحنا مش عايزين نعيد تلك الالام والجراح والاحزان، عايزين نخش في حاجه تكون اجدد شويه. طب يا باشمهندس ما تعيدها، عيدها انت في الفيديو، يعني ما موجوده في الفيديو، حبيت تعيدها عيدها في الفيديو، عيدها انا ليه؟ بص الله يمسيهم الكورس اللي قبليكم. بتتكلم يا باشمهندس على الاس اس ال؟ الاس اس ال للاسف مش معانا في الكورس بتاعنا خالص. في انهي كورس بقى؟ في كورس الاس كور. ممكن تيجي سيرتها في حته الوايرلس. عشان خاطر الاوثنتيكيشن بتاع الوايرلس. لكن مش في انواع الفي بي ان. لان الاس اس ال هتدخلنا في قصه سيرتيفيكتس وسيرتيفيكيشن اوثورتي وقصص ثانيه اساسها مش كورس الانكور للاسف يعني. لكن ممكن في حته ليها علاقه بالاس اس ال موجوده مع حته الوايرلس فعلا. امال؟ ايوه ما هي مقدمه وليست شرح تفصيل. متعود في الان ايه على السبوره سبوره لان بي ان بي الموضوع ابسط. بتبقى السبوره خفيفه دي تبقى يعني كانت مش هتتحكي اساسا، بس ايه قلنا نفتح بيها الموضوع يعني. لكن خد بقى السبوره ايه السبوره الصح. لحد جايب دليفري سحور، حد جايب سحور نخاف. ما انا هخاف افتح انا هيطلع حد عايزني وهتاخر. اتفضلوا اهلا وسهلا. اتفضل. طب تعالوا اتفضلوا. طيب بخلص حتى المحاضره بس اكون معاكم. ماشي اتفضل. بخاف افتح انا بنفسي يا محمد دي عشان خاطر ايه؟ واعرف ان فيها نص ساعه. اوه كان في نفس التوقيت. ايه لا شهر قبل كده، شهر ثلاثه كنت انت حاضر معايا. وقعدنا ساعتها خمس شهور ممنوع ندرس عشان الكورونا. احنا كنا بنعند والناس كانت بتحضر في كورونا حتى، يعني كان الجو حظر وبتاع واحنا بنيجي، بس ما فيش رمضان هنيجي كورونا هنيجي. طيب تعالى نبدا الاول بمين؟ تعالى ناخد اول نوع من انواع الفي بي ان اللي هو الاي بي سيك مع جي ار اي. بص بقى يا سيدي، تعال نتكلم على سايد تو سايد في بي ان. فاول نشأة ليه. طيب وكانت الفكره عامله ازاي بالظبط؟ ببساطه شديده ان احنا عندنا اندر لاي نتورك. يعني كلمه اندر لاي؟ فيزيكال توبولوجي، شبكه حقيقيه فيها
يوزر وكمان يوزر. يوزر الاولاني واخد اي بي مثلا 172.16.1.2، تاني واخد اي بي 172.16.1.3 ومقصود انها تبقى ايباد برايفت، يعني دي ايباد برايفت عاديه. طيب الجهازين دول مالهم؟ الجهازين دول هيبقوا واصلين على سويتش في اللان وبعد كده طالعين على راوتر. حلو. الراوتر ده بقى عامل ايه؟ عامل له اشتراك على الانترنت عشان خاطر ثرو بابليك وان ثرو راوترز على الانترنت بتاعت سيرفيس بروفايدرز، بلاد تشير وبلاد تحطه لحد ما يوصل الناحيه الثانيه لمين؟ لفرع شركته اللي في الناحيه الثانيه. يعني تعال نسمي ده مثلا الهيد كوارتر الفرع الرئيسي، ونسمي ده البرانش الاولاني. ورا هنا هيبقى في سويتش، والسويتش دوت واصل هو كمان على كمبيوترات، ودي برضه برايفت نتورك. ايباتهم كام؟ ايبات البرايفت 192.168.12.192.168.13. وايه الهدف؟ واحنا كنا عايزين نستغل شبكه الانترنت اللي سعرها يعتبر رخيص علشان خاطر نقدر نعمل ايه؟ عشان خاطر نقدر ان احنا نوصل ما بين الهيد كوارتر والبرانش، عشان نقدر نخلي فرع يقدر يوصل لفرع، عشان نقدر نخلي الفروع توصل لبعض باقل سعر ثرو شبكه الانترنت. وتاني عايز افكرك ان الشبكه دي كده قدام عينينا، دي كده اسمها اندر لي نتورك. يعني ايه كلمه اندر لي؟ البنيه التحتيه الاساسيه الانفراستراكشر الفيزيكال بتاعي. طيب احنا عايزين بقى نعمل ايه؟ عايزين نبني ثرو الاندر لي نتورك دي، هي فيها انترفيس فاست ايثرنت حقيقيه، انترفيس سيريال حقيقيه، انترفيس سيريال ثانيه حقيقيه، فاست ايثرنت ثانيه حقيقيه، شبكه افتراضيه. تبقى الشبكه الافتراضيه عامله ازاي؟ نلغي وجود خالص الانترنت، ان احنا عايزين ثرو بابليك وان نفتح برايفت نتورك. فعايزين ثرو الانترنت اللي هي بابليك وان نفتح شبكه خاصه، عشان كده بنسميها فيرتشوال. احنا بشكل افتراضي هنبني برايفت نتورك. طيب هنعملها ازاي؟ ادي نفس الاجهزه بنفس السويتش بنفس الراوتر، بس ايه اللي هيحصل بقى؟ هنخلي ان في كابل وهمي هو اللي واصل ما بين الراوتر بتاعنا والراوتر بتاع الفرع الثاني. يعني لو ده الهيد كوارتر وده البرانش، الغي الانترنت دي خالص، هنا مش موجود. هنعمل ايه؟ تانل يبقى مفتوح ما بين مين؟ ما بين سيريال زيرو دي لحد سيريال واحد اللي هناك. وايه اللي يحصل؟ خلاص هيحسوا بشكل افتراضي ان هم في شبكه برايفت فيرتشوالي، بشكل افتراضي ان احنا في برايفت نتورك. طيب وبعدين يبعتوا لبعض الداتا بالايبات البرايفت العاديه، تاني الايبات البرايفت اللي هي ده 192.168.12، ده 192.168.13، ده 192.168.12، ده 172.16.12، ده 172.16.13. طيب احنا عايزين نعمل ايه؟ شبكه الانترنت اللي بتدينا ايباد حقيقيه، يعني مثلا انترفيس السيريال دي هنشتغل دي اس ال عادي، ونبدا ناخد ايباد بابليك نطلع بيها على الانترنت، بس مش هنستخدم الايباد دي عشان نروح لجوجل والفيسبوك واليوتيوب، هنستغلها عشان اوصل لفرع شركتي بس اللي في الناحيه الثانيه. يعني مثلا لما وصلت بخط الدي اس ال الانترفيس دي خدت اي بي 111، ولما الفرع الثاني حتى لو كان في بلد ثانيه بعيد وصل برضو على خط الانترنت بدي اس ال كونكشن خد اي بي مثلا 222. احنا برضو عايزين نعمل ايه؟ عايزين نحسس الراوترات ان مفيش انترنت ومفيش 1111 هو بابليك اي بي ولا 222، عايزين نحسسهم ان هم عندهم انترفيس فاست مثلا زيرو وانترفيس خيال اسمها تانل زيرو. وحتى تانل زيرو دي حديها ايباد عاديه برايفت خالص وماسك 30، اكن الراوتر ده والراوتر ده واصلين مع بعض كده بوينت تو بوينت كمان. يعني الناحيه الثانيه هعمل ايه؟ اخترع انترفيس تانل اسمها تانل 1 وانترفيس اللي اسمها مثلا فاست 1 واديها حتى اي بي 10.1.1.2 ماسك 30. ده ضروري ليه بقى؟ ضروري ان انا عايز ابني اوفر لي نتورك. بمعنى ايه كلمه اوفر لي؟ ان فوق الشبكه دي هبني فيها شبكه ثانيه افتراضيه يبقوا شايفين الشكل بالمنظر ده بالظبط. نشغل بقى اي راوتنج بروتوكول زي ما احنا عايزين، عايز تشغل مثلا او اس بي اف، هتيجي تشغل او اس بي اف، او اس بي اف هيبقى شايف ايه؟ هتوري له دول. ليه؟ انا اكيد مش هشغل او اس بي اف مع شبكه الانترنت، انا هشغل مع شبكه الانترنت لو انا راوتر مثلا في بيت ولا راوتر شركه ستاتيك مثلا او ديفولت ستاتيك، والراوترات اللي جوه دي بتشغل بي جي بي مثلا. لكن انا هشغل مثلا او اس بي اف مع فرع شركتي. هشغل او اس بي اف ازاي؟ اقول له راوتر او اس بي اف 1 نتورك واختار الاي بي بتاع الانترفيس ده وشغله. نتورك واختار الاي بي بتاع الانترفيس ده وشغله. يعني اساسا وانا شغال او اس بي اف مش حاسسهم ان في 1111 ولا 222، وهيبقى باين ايه؟ باين ان الشبكه دي بس اللي شغاله. يعني في الاو اس بي اف هيبقى شايف ايه؟ دي كونكتد شبكه برايفت، دي كونكتد كلها على بعض شبكه برايفت، وشايف الشبكه البعيده دي بالاو بالاو اس بي اف. فهيبقوا هما الاثنين حاسين مع بعض ان هما في شبكه برايفت، شغالين براوتنج بروتوكول برايفت. دي تعتبر طريقه لطيفه جدا جدا ومش مكلفه. ليه مش مكلفه؟
انت هتتكلف ايه هنا؟ خط دي اس ال بكام؟ ب 250 جنيه في الشهر، ب 300 جنيه في الشهر. والناحيه الثانيه لو حط في بلد اوروبيه يبقى مثلا بكام؟ ب 10 يورو 15 يورو. فمش هتبقى بالنسبه لنا تكلفه كبيره، ونقدر نوصل ما بين فروع شركتنا وبعض. كل الشركات اللي ليها فروع متنطوره في العالم كله تحب تستخدم الطريقه دي، لان البديل غالي جدا. ايه البديل؟ البديل ان احنا هنشتغل برايفت نتورك بجد، مش فيرتشوال برايفت، يعني من خلال اورنج بزنس سيرفيس، من خلال فودافون انترناشونال سيرفيس، من خلال ان سي ار، من خلال الشركات اللي زي دي. اللي هتكلفنا ايه؟ تقول لك انا هعمل لك ام بي ال اس في بي ان، هعمل لك في ار افات. فهتبدا تكلفك تكلفه كبيره قوي. ممكن تبقى التكلفه بتاعتك قد ايه عشان خاطر هيشغلك ام بليس؟ يقول لك 180 الف جنيه ده لكل فرع من الفروع. احنا بنتكلم ان كل فرع من الفروع هيدفع بس قد ايه؟ هيدفع بس 300 جنيه. فالتكلفه مختلفه خالص. ايه الفرق؟ ان دي عشان خاطر هنبني شبكه افتراضيه عبر شبكه بابليك، لكن الام بي ال اس كان هيبني لك شبكه افتراضيه على شبكه سوري هيبني لك شبكه افتراضيه على شبكه برايفت، يعني هيديك شبكه برايفت بجد. اما هنا انا هاخد الشبكه البرايفت بالعافيه، زي بالعافيه بخدعه. ايه الخدعه؟ استخدام اثنين بروتوكول مهمين بقى. مين دول؟ بروتوكول اسمه جي ار اي، بروتوكول اسمه الاي بي سيك. طب ازاي ندخل البروتوكولات دي في الموضوع بتاعنا؟ تعالى بحكي. احنا عايزين نعمل ايه؟ هنخش على الراوتر اللي هو الهيد كوارتر يعني. وهنعمل ايه؟ هنبدا ان احنا نبني انترفيس خياليه اللي هي الانترفيس التانل دي. فهخش على الكونفج وهروح باني الانترفيس دي، عارف زي انترفيس مثلا اتعودت يمكن في الكورس على اللوب باك، حاجه زي اللوب باك. وبرده الناس اللي خدت الجزء الاولاني من كورس اس في اي سويتش فيرتشوال انترفيس، دي اسمها تي في اي تانل فيرتشوال انترفيس. فعندنا تي في اي في اس في اي، اس في اي للسويتشات، وتي في اي على الراوترات. فشبه اللوب باك زي ما انت بتقول. هرجع اعمل ايه للراوتر؟ هقول انا عندي انترفيس اسمها تانل، وحط اي رقم براحتك 0 1 2 اي حاجه. طب ولازم انا واللي قدامي نبقى زي بعض؟ عادي، عايز الاثنين يبقوا التانل 0 زي بعض براحتك، عايز واحده 0 واحده 1 برضه اللي يريحك انت. طيب اول ما هدوس انتر هتلاقي الهيد كوارتر قال لك اتفضل عايز تقول ايه؟ عشان نفعل بس التي سي بي اي بي موديل على الانترفيس لازم تديها اي بي. هنديها عادي اي بي برايفت، يعني اقول له الاي بي ادرس بتاعنا واروح حاطط له الاي بي برايفت 10.1.1.1، وحتى احط الماسك ده خصوصا ان هم الاثنين فرعين بس، فرعين بس اللي هو ماسك سلاش 30 احنا متعودين عليه، اكنك بالظبط حولت الانترنت كانها بقت كابل. فالتانل المقصود بيه كابل كده بنيته ما بين الراوترين بشكل يكون افتراضي. طيب ايه اللي محتاجينه بقى عشان خاطر الانترفيس التانل دي تشتغل؟ ثلاث حاجات بس. تقول التانل ده هيبدا حقيقي بجد، يعني مش بشكل افتراضي، اندرلي منين وينتهي فين في العالم، اني حته في العالم، وهنستخدم له اني بروتوكول. فالكوماندات مش بالترتيب، براحتك تكتب تانل سورس. يعني ايه تانل سورس؟ تقول التانل ده هيبدا بجد منين؟ فانا هقول بالنسبه للهيد كوارتر هيبداوا من 1111، يعني عايزين نبدا التانل من الانترفيس اللي واخده الاي بي 111. هي من الاخر ربطت اس 0 بتانل 0، يعني بقول له ايه؟ بقول له شايف تانل 0 مالها؟ هي اس 0 في الحقيقه، يعني في الحقيقه اسمها سيريال 0 بس في الشكل الافتراضي اسمها تانل 0. انتر. وانا على نفس الانترفيس التانل هقول له تانل ديستنيشن. طيب حدد له ان الديستنيشن فين؟ الديستنيشن الفرع الثاني لشركتي تو 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 تو. فانا كده حددت له ايباد دي بابليك، يعني دي ايباد بجد حقيقي خدتها لما اتربطت بالدي اس ال، فعرفته منين في الانترنت لفين في الانترنت. وتاني ما بنستخدمش الانترنت دلوقتي عشان نروح لجوجل والفيسبوك، انا بستخدم بس الانترنت عشان اوصل لفروع شركتي، مش همني لا فيسبوك ولا غيره. طيب وايه كمان؟ وهنستخدم بروتوكول. البروتوكول ده المفروض هو البروتوكول الرسمي للموضوع بتاع التانل، يعني انترفيس تانل اصلا اوتوماتيك المفروض بتشغل البروتوكول ده، بس انا هكتب لك الكوماند بحيث تبقى عارف بس الكونفجريشن. تانل مود مقصود بيها تانل بروتوكول جي ار اي اي بي. كلمه اي بي بس ليه ذكرت؟ عشان لو حبيت تعمل الكلام ده مع اي بي فيرجن 6 تزود بس في 6، فكده جي ار اي اي بي. ايه بقى جي ار اي؟ جي ار اي ده بروتوكول اسمه جينيريك انكابسوليشن بروتوكول. ايه فكرته؟ اقول لك فكرته، انك انت مجرد ما قلت كده اي داتا هتيجي من اللان، تعالى نتخيل مع بعض، داتا جايه من اللان من كمبيوتر لا يفهم ان في في بي ان ولا يفهم ان في تانل، جهاز جوه الشبكه بتاعتي. بيبعت الداتا العاديه بتاعتنا، اقول لك الداتا العاديه بتاعتنا اللي هي ايه؟ داتا لونها اسود حصل، وهيدر لونه ازرق. حد يفتكر بتاع مين الهيدر الازرق ده؟ انهي بروتوكولات؟ مين او مين؟ تي سي بي ودي بي. حلو؟ وهيدر لونه احمر. حلو قوي. الهيدر لونه احمر ده ايه المعلومات اللي بتبقى مكتوبه فيه؟ السورس اي بي والديستنيشن اي بي والتي او اس والتي تي ال والحاجات دي. طيب عارف السورس اي بي والديستنيشن اي بي هيتحطوا ايه؟ جهاز برايفت
هيقول انا لجهاز البرايفت 172.16.1.3 عايز يروح لفرع شركته الثاني برضه برايفت 192.168.123 عادي. طب حلو ده هتوصل المفروض مين للراوتر ده؟ وبعدين الراوتر ده بقى هيعمل الاتي، هنقول له كده اي حاجه ما تعرفهاش يعني مش عارف يوصلها ازاي طلعها على تانل زيرو. تانل زيرو اللي هي في نفس الوقت اني انترفيس اللي هي السورس بتاعها 111 اللي هي سيريال زيرو. ودي اقولها له ازاي؟ بامر ستاتيك عادي. هنقول له ايه؟ قول له الطريق لمين؟ لاي حاجه ما تعرفهاش، عارف زي بالظبط الامر اللي بنعمله واحنا طالعين على الانترنت، باي ماسك ما تعرفوش اطلع من اني انترفيس اطلع على تانل زيرو. فانا كده وجهته بايه؟ مين 13 ما تعرفش 13؟ 13 ده الفرع الثاني بتاع الشركه ما تعرفوش اطلع بس على تانل زيرو مالكش دعوه. طب لما يطلع على تانل زيرو ايه اللي هيحصل؟ تعال نشوف بقى تانل زيرو مكتوب لها ايه. تانل زيرو مكتوب لها ان الداتا اللي هتخرج منها معلش تانل زيرو ده خيال، الحقيقه بتاعتها مين؟ اهو 1111 اللي هي سيريال زيرو دي. فراح قايل له ايه؟ ان داتا اللي هي باللون الاسود واللي ليها هيدر باللون الازرق واللي ليها هيدر باللون الاحمر، معلش هيدر باللون الاحمر ده اللي هو فيه ايه؟ هيدر باللون الاحمر ده ده فيه الاي بيات البرايفت بتاعت الناس اللي عايزه توصل لبعض في الاساس، يعني السورس اي بي تاني كام؟ 172.16.1.3. الديستنيشن اي بي كام؟ اللي عايز نوصل له في الفرع الثاني 192.168.1.3. ايه اللي هيحصل بقى؟ جي ار اي بقى هيبدا يتدخل. بيعمل ايه الجي ار اي؟ هيروح ضايف هيدر فوق الهيدر. يعني داتا العادي بتاعتنا كان بيبقى ليها ثلاثه راس وديل، دول اثنين من الثلاثه يعني، هيبقى ليها اربعه راس وديل. يعني هيعمل ايه؟ زي ما الام بي اس في وقت من الاوقات عمل، زي ما الدي رام في وقت من الاوقات عملت، هيبدا ان هو يروح مزود هيدر كمان. ده الهيدر بتاع مين بقى؟ ده الهيدر بتاع الجي ار اي. كام بايت بقى الهيدر بتاع الجي ار اي؟ 24 بايت. 20 بايت شبه بالظبط الاي بي فيرجن 4، يعني شبه الاي بي فيرجن 4، و4 بايت اضافيه بس بيضيف الجي ار اي فيهم معلومات. المعلومات دي مالها؟ هي عباره عن انكابسوليشن جديد هو اللي عمله الجي ار اي. طيب عمل ايه بقى الجي ار اي؟ بص بقى يا سيدي، جي ار اي جينيريك انكابسوليشن، معلش جينيريك مظبوط راوتر انكابسوليشن. ده راوتر هيعمل ايه بقى؟ هيبدا يروح حاطط سورس اي بي جديد وديستنيشن اي بي جديد. عايز اقول لك تاني الجي ار اي ده فيه 24 بايت، الهيدر ده كان 20 بايت بس، هو قد الهيدر ده وفي 4 بايت كمان زياده. طيب ايه السورس اي بي هيتحط كام؟ اللي انت كاتبه، انت كاتب مين التنل سورس؟ 111 حلو، ومين التنل ديستنيشن؟ 222. فكده بقى في هيدر مكتوب فيه ايه؟ ان احنا بابليك اي بيز، منين؟ عايزين نوصل فين؟ وايه فايده الهيدر ده؟ ما ده الهيدر اللي هيشوف في الاخر الراوترات على الانترنت. احلى حاجه بقى ان الراوترات على الانترنت مش هيبقوا فاهمين ان ده هيدر تاني في ايباد برايفت، مش هيبقوا فاهمين الليله اللي حاصله جوه دي، امال شايفين ايه بس؟ شايفين ده هيدر وان بعد كده دي السيجنال، يعني شايفين دي كلها اسمها السيجنال، مع ان دي في الحقيقه مش سيجنال، دي عباره عن ايه؟ داتا مع هيدر ازرق مع هيدر احمر اسمها الباكيت. فهم بالنسبه له هيشوفوا ايه؟ هيشوفوا في الاخر ان دي هيدر، فاكرين ده الهيدر الاحمر، ودي كده بالنسبه لنا اسمها السيجنال. وكل الراوترات كل ما تجي لهم الداتا هيعملوا ايه؟ هتيجي الداتا بيبصوا على الهيدر ده، مين السورس 111 ده بابليك عادي، مين الديستنيشن 222 ده بابليك عادي، وبالراوتنج بروتوكولز البي جي بي بقى يبتدوا يعملوا ايه؟ يراوتوا من راوتر للثاني للثالث لحد ما نوصل الناحيه الثانيه. عندي لك مفاجاه، الناحيه الثانيه باللي احنا عملناه ده هيروح عامل دروب للداتا، يقول لك ايه ده؟ جي ار اي هيدر وهيدر جوه هيدر وايه الكلام ده؟ انا ما اعرفش الكلام ده، لازم نعمل ميرور كونفيجريشن الناحيه الثانيه. يعني ايه ميرور كونفيجريشن؟ زي ما كتبنا كوماندات كده نكتب كوماندات الناحيه الثانيه. فرصه نعيد ثاني بسرعه، احنا حكينا ايه؟ ان احنا هنيجي على الراوتر البرانش برده في نفس الوقت، قايل واروح قايل له ايه؟ انترفيس تانل كام؟ عايزها زيرو ماشي، انا بس عشان خاطر الرسمه هنا خليتها 1 فهخليها 1. طيب وبعدين؟ وانا جوه الكونفيج داش اي اف هروح مدي له اي بي ادرس وهروح مديها اي بي 10.1.1.2 ماسك سلاش 30. كنت حاسس، كنت حاسس والله. ايوه ده مش نفس التانل، مش نفس التانل انترفيس، هو نفس التانل. طيب اقول لك حاجه، هي ينفع سيريال زيرو توصل بسيريال واحد ولا ما ينفعش؟ طيب ها حاجه مكتوبه في الداتا بتقول ان اسمها زيرو؟ طيب او حاجه في الابديت قالت انها اسمها زيرو؟ حاجه في حاجه قالت له ان لازم تبقى زيرو؟ طيب في الايثر شانل لما عملنا انترفيس بون، هل كان من ناحيه بيقول له لازم تبقى زي بون وبعت له مثلا في رساله في نيجوشيشن في هلو؟ مفيش حاجه تجبره، قصدي حاجه زي البروسس اي دي دي ما بتتبعتش مثلا في الهلو، ما بتتبعتش في الابديت. فمثلا انا في بروسس اي دي وانت في بروسس اي دي ثانيه وكنا نقدر نشوف بعض. حلو،
هنا بقى ايه اللي يخليه كان لازم يكبر يعني ايه اللي اتبعت قال له انا تانل زيرو فانت كان لازم تبقى تانل زيرو ماشي حلو الكلام عندي اسمها تانل زيرو وعندك ده طول عمرنا كده ده بص 26 محاضرة في كل حاجة في حياتنا كده في الكورس في الشبكات ايوه انا عارف صح واسمه تانل صح واسمه تانل بص دي ترجع بقى ايه لو كان في بروتوكول بيخليهم ليهم نفس الاي دي ولازم نتفق مع بعض ونبعت هلو والهلو دي تانل اي دي يبقى واحد بس الحاجات دي كلها ما جبناش سيرتها خالص يعني مش موجوده في البروتوكول ده خالص يعني الجي ار اي مش من سيم وخالص حاجه زي كده في الاخر مش ينفع كان يبقى راوتر عنده انترفيس اسمها لوب باك زيرو تاني تبقى اسمها لوب باك واحد بس فده ماشي قصدي مفيش حاجه تجبرهم يعني قصدي هم مش هيحسوا ببعض التانل نمبر اسمه لوكالي سيجنال طيب تعالى نشوف كده مع بعض انترفيس تانل زيرو تانل 1 بقى هنديها اي بي ادرس وهنديها ماسك وهنعمل نفس الثلاث حاجات بس العكس ايه ثلاث حاجات بص انا بحب افكر نفسي بيهم بالترتيب الترتيب مش هتفرق بس انت هتحطهم احسن كده عشان تفتكر مين السورس احنا بالنسبه لنا مين السورس اللي هيبقى بيبعت تو 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 ومين الديستنيشن تانل ديستنيشن بالظبط هيبقى 1111 طيب والتانل مود والتانل مود البروتوكول هنشتغل بيه احلى حاجه تاني التانل مود الديفولت اساسا هو جي ار اي اي بي فتانل مود جي ار اي مع اي بي فيرجن 4 امال امتى احتاج اكتب الكومنت ده يعني كده ممكن ما احتاجش اكتبه عايز اخليه الاي بي فيرجن 6 لو اختاروا حاجه غير الجي ار اي استخدمه كده ايه اللي هيحصل بقى كده اللي هيحصل ان الراوتر الناحيه الثانيه هيبقى فاهم ايه ان هيجي حلقه حاجات جينيريك راوتر انكابسوليشن حاجات متغلفه هيدر جوه هيدر الهيدر اللي من بره ده بتاع مين راوتر بيتكلم راوتر يعني الهيدر اللي من بره ده مين التانل اند بوينت اللي هنا ومين التانل اند بوينت اللي هناك يعني احنا بالنسبه لنا الهيد كوارتر ده عباره عن ايه تانل اند بوينت يعني كلمه اند بوينت طرف طب ونلاقي حاجه ثانيه طب ما ده برضو اسمه كده تانل اند بوينت وده طرف ثاني فالقصد ان هيبقى عارف ان هيبقى في هيدر مكتوب فيه ايه سورس اند بوينت والناحيه الثانيه الديستنيشن اند بوينت وهيشيل الهيدر ده خالص ويعمل ايه الراوتر ده بعد ما يشيل الهيدر ده خالص خلاص وخلص المهمه بتاعته يبدا يروح مدخل الداتا دي جوه لللان لما الداتا تخش لللان هيبقى شكلها عامله ازاي ده باللون الاسود وايه كمان الهيدر بتاع التي سي بي او اليو دي بي اللي بالازرق وايه كمان والهيدر اللي بالاحمر حلو الكلام ده في ايه بقى الهيدر بالاحمر ده الايباد البرايفت العاديه بمعنى الاجهزه هتلاقي في الاخر وصل لها الناحيه الثانيه فرع الشركه ايه وصلها الناحيه الثانيه ان السورس اي بي 172.16.1.3 برايفت وان الديستنيشن اي بي 192.168.1.3 برضه برايفت مين اللي يستقبل 1.3 ده هيستقبل فاصبح بالنسبه لنا الاجهزه حاسه بايه؟ الاجهزه حاسه بالظبط كده ان واحد بيبعت داتا وبعدين الداتا دي بتمشي اكنها مشيت في كابل ازاي حسينا ان هي مشيت في كابل؟ الهيدر اللي بين الموف ده لما زاد في الاخر اخفى اي تفاصيل ممكن تبقى موجوده فاكنك مشيت في كابل وصلت الناحيه الثانيه لو وصلت الناحيه الثانيه فك الهيدر ده ورجع الداتا زي ما كانت يعني الداتا خرجت من هنا ببرايفت اي بيز مشيت هنا في هيدر موف بس يعني مش هنحس خلاص بوجوده عشان الناحيه الثانيه هيتشال وبعد كده ترجع داتا مره ثانيه توصل لمين؟ توصل للاي بي اللي في الطرف الثاني كده احنا كسبنا ايه؟ كسبنا ان احنا قدرنا ان احنا نعمل فيرتشوالي بشكل افتراضي شبكه برايفت هي في الحقيقه مش برايفت بيور امال ايه؟ هي صحيح الفرعين دول برايفت بس في النص انا استخدمت انترنت اللي هي بابليك وان شبكه بابليك فيها عيب بقى خطير جي ار اي لوحده مش هيبقى قوي جدا ليه بقى؟ الجي ار اي عرف ان هو يعمل لنا التانلنج التانلنج بمعنى توصيل للمعلومات من مكان لمكان بس اي هاكر نص لب يعني اي هاكر امكانياته حتى ضعيفه لو موجود على شبكه الانترنت دي هيعمل ايه؟ هيبدا ان هو يروح باصص على الداتا بتاعتك هيقدر ان هو يشوف شاف ايه؟ شاف الهيدر الاولاني وده مش مشكله ده هيدر اوريدي بابليك الراوتر لازم تشوفه بس شاف الهيدر الثاني وشاف ايباتك البرايفت دي عامله ازاي عرف تفاصيل عن شبكتك شاف الابلكيشنز اللي بتستخدمها شاف الداتا نفسها بتاعتك هتلاقي للاسف لو كان الفي بي ان وقفت عند كده كان قليل اللي هيستخدموها خوفا من اي مشاكل سكيورتي ولكن عشان خاطر احنا نقدر نعمل سكيورتي هنضيف بروتوكول كمان مع الجي ار اي ايه بقى البروتوكول كمان ده بروتوكول اسمه الاي بي سيك يعني الجي ار اي لوحده هيعمل لنا ايه تانلنج يعني توصيل معلومه من فرع لفرع مع اخفاء الانترنت لكن بدون الاي بي سيك هيبقى المعلومات بتاعتك مش في امان عشان كده محتاجين نعمل للتانل واحنا جوه التانل برضه تانل بروتكشن اعمل له حمايه بمين؟ باستخدام
الاي بي سيت. يعني تاني وانا جوه الانترفيس التانل هقول له انا عايز اعمل للتانل ده بروتكشن، عايز اعمل له حمايه باستخدام مين؟ باستخدام الاي بي سيت. بص كوماند لسه دي تكمله، بس عشان اقدر اكمل لك التكمله دي معلش عايز افتح معاك كلام شويه بس عن البروتوكول اللي اسمه الاي بي سيك ده. بص بقى يا سيدي، الاي بي سيك هو مش بروتوكول، هو منظومه بروتوكولات مع بعضيها هدفها ان هي تامن لك الداتا بتاعتك. يعني الاي بي سيك منظومه بروتوكولات هدفه يعمل ايه؟ هدفه يعمل لنا ايه؟ الاي اوثنتيكيشن. بمعنى ايه اوثنتيكيشن؟ ان الفرع ده والفرع ده ما يبعتوش لبعض داتا الا لما الاول يسالوا بعض على كلمه سر. اوثنتيكيشن معناها ان يكون في ايه؟ ان يكون في كده بي اس كي ما بين الراوترات وبعضها. ايه البي اس كي دي؟ بري شيرد كي. بمعنى ايه بري شيرد كي؟ كلمه سر احنا بالنسبه لنا كي مجرد يعني مصطلح بس بنستخدمه، لكن في الاخر هو معناها كلمه سر باسورد. فبري شيرد كي معناها كلمه سر تكون كونفيجرد على الراوتر ده، تكون فيرد على الراوتر اللي هناك، بحيث ما هو مش اي حد كده هيبعت لي داتا ويقول لي افتح في بي ان، افتح معاه في بي ان. لازم يكون في الاخر في ما بينهم بعض كلمه سر موحده وعارفينها. بس المشكله بقى في حاجه، لو حد كسر البري شيرد كي دي تبقى كارثه. يعني لو حد كسرها وحطها على راوتراته يقدر يفتح في بي ان مع فروع شركته. عشان كده كان لازم البري شيرد كي دي تتامن. ازاي تتامن؟ تتشوه بكام طريقه، ما عندناش غير طريقتين بس. فعلا يحصل لها هاشنج بطريقه اسمها طريقه الام دي 5، ودي طريقه تعتبر ما كانتش بطاله لفتره طويله من الزمن، ولكنها بتتكسر في وقت. وقت قد ايه؟ بص لو على كمبيوتر عادي ولا لابتوب عادي ممكن تاخدها مثلا 50 يوم. يعني لو كمبيوتر امكانياته عاديه 50 يوم، بس 50 يوم دي ده لو كمبيوتر عادي. الكمبيوتر امكانياته اعلى واعلى تكسرها في وقت اقصر من كده. فعشان كده ابتكروا طريقه افضل وافضل اسمها الاس اتش اي. اختصار الاس اتش اي سكيور هاش الجوريزم. طب يعني المفروض ان احنا بنقول ان الام دي 5 اسمه هاش الجوريزم، برنامج تشويه الباسوردات. ده سكيور هاش، يعني ده بيعمل تشويه اقوى افضل. امن كم مره؟ امن 30 مره. يعني ايه امن 30 مره؟ يعني لو دي اتفكت في يوم دي تتفك في 30 يوم شهر يعني. فلو ده كان بيتفك في 50 يوم ده في الطبيعه هيتفك في 50 شهر. فالقصد ان الكمبيوتر كان هياخد يوم عشان يكسر ده هياخد شهر كام عشان يكسر اللي بالاس اتش اي. يعني ريكومندد تعمل ايه؟ ريكومندد بالذات في الحته الاولانيه دي انت في الاخر هتعمل ايه؟ اوثنتيكيشن لباسوردات بسيطه. استخدم الاس اتش اي اكيد اقوى بكتير من الام دي 5. حلو، بس فين بقى انا اقول الاي بي سيك الكلام ده؟ ما هو بص انت بتقول له عايزين نعمل بروتكشن بالاي بي سيك. هنعمل حاجه كده في الاي بي سيك اسمها اي بي سيك بروفايل، ماشي؟ وهنسمي مثلا البروفايل ده حماده ايا كان الاسم. يعني في بقى حماده، حماده بقى ده اللي احنا هنقول فيه احنا هنستخدم مين من دول. تاني هستخدم هنا تانل بروتكشن اي بي سيك، اقول له عايز استخدم اي بي سيك بروفايل. ويعني ايه بروفايل؟ بروفايل معناه ان انا هستخدم يسموه الحافظه. بروفايل يعني حافظه، حافظه حافظه يعني هقول فيها ملف. يعني هعمل اي بي سيك ملف وهقول فيه البروتوكولات بتاعتي واسميه اكس. مش لازم يكون نفس الاسم، يعني عادي لو ده حماده وده اسمه اكس. بس اهم حاجه بقى حماده يكون بيستخدم بروتوكولات واكس يكون بيستخدم نفس البروتوكولات. يعني الاسم هنا هناك مش هيعرف عنه، الاسم هنا هناك مش هيعرف عنه، لكن اول حاجه هيعرفوها عن بعض هنستخدم مين؟ اس اتش اي. تاني يقول بس هو قال لي ام دي 5 مش هيشتغلوا مع بعض. يعني لازم الاثنين يكون ليهم نفس البروفايل، نفس الملف. طيب ايه كمان المفروض يعملوا اي بي سيك؟ صح، اي بي سيك غير ان هو شغال بالاوثنتيكيشن معاه دراعه الشمال حاجه اسمها اي اتش. الاي اتش ده بروتوكول اسمه الاوثنتيكيشن هيدر. لا مش قوي بس لا هنا انكريبشن بقى يطلع لنا فيها انكريبشن. انا بص كنا لما خدنا في سنس اسمها سي اي اي مش تريبل اي، سي اي اي. طيب وايه الاوثنتيكيشن هيدر ده؟ ده عباره عن بروتوكول واخد رقم. يعني ايه بروتوكول واخد رقم؟ المره اللي فاتت يمكن احنا عدينا على قصه ان البروتوكولات بتاخد ارقام. حد فاكر البروتوكول رقم واحد؟ اي سي ام بي. والبروتوكول رقم اثنين؟ اي جي ام بي. البروتوكول رقم اربعه؟ لا جديد، لا مش جديد، رقم اربعه سهل. اي بي فيرجن خدناه اي بي فيرجن 4. طب 6؟ طب 9 و8؟ لا مش اي بي فيرجن 6 لا قهوه. طب 9 بص هو سالني اونلاين 89 و89 اصبر اصبر. طيب في الاصل ان الارقام دي سمعنا عنها قبل كده، ده بروتوكول رقم 51. طيب فالاي اتش بروتوكول رقم 51 اسمه الاوثنتيكيشن هيدر. ايه الفايده منه؟ الفايده منه ان هو يعمل لنا حاجه اسمها انتجريتي. يعني كلمه انتجريتي؟
المحافظة على سلامة الداتا. يعني ده authentication لمين؟ ده authentication للباسوردات. أمال ده إيه ده؟ ده هيبقى حاجة اسمها authentication header للداتا. حالا هوري لك إزاي هيشتغل البروتوكول رقم 51 دي. طب وبيشتغل إزاي البروتوكول رقم 51؟ عنده اتنين ألجوريثم يشتغل بيهم تختار منهم. بس إيش كان بنقول إن هي حافظة بروفايل. البروتوكول الأولين اللي اختار منه، اختار ما بين مين؟ اختار ما بين حاجة اسمها MD5 برضو، واختار ما بين حاجة اسمها SHA. طب إيه الفرق؟ بص بقى، MD5 وال SHA دول للباسوردات، أما هنا هيطلع ده MD5 وال SHA للداتا ذات نفسها. يعني إيه الفرق ما بين الأوثنتيكيشن والإنتجريتي؟ الإنتجريتي هي عبارة عن داتا أوثنتيكيشن. يعني الأوثنتيكيشن ده بيعمل إيه؟ بيعمل باسورد هاشينج، تشويه للباسوردات. طب هما الانتجريتي هيعمل ايه؟ هيعمل حاجه اسمها داتا هاشنج. اشوه الداتا، اسال بس تشوف ازاي هيشوه الداتا، مش لغرض التشويه، والغرض ان هو يخلي الجزء من الداتا كده مشوه كنوع من انواع انه دي داتا موثوق فيها. يعني انا هشوهتها ومحدش يقدر يطلع نفس التشويه ده غير انا وانت، فطالما انا وانت بس نعرف نطلع نفس التشويه ده للداتا، يبقى الداتا دي محدش لعب فيها، محدش غير فيها. ازاي؟ جالك حاجه. طيب فعشان نقدر نميز ما بينهم بقى، ده داتا هاشنج، ده باسورد هاشنج، ده بنسميه MD5 وSHA، ده هنسميه MD5 HMAC، وده بنسميه SHA HMAC. هي ال HMAC دي اختصار لايه؟ اختصار لهاش بيزد مسج. هنا مقصود ايه بكلمه مسج؟ داتا authentication control. طيب يعني ال HMAC دي فرقت معنا في ايه؟ ان احنا ال MD5 ده مش للباسوردات، ده هيبقى للمسجز. مقصود ايه بالمسجز؟ ان الرسائل اللي عايز ابعتها من فرع لفرع اللي هي الداتا بتاعتنا. يعني كلمه HMAC اللي في الاخر دي معناها ايه؟ ان SHA ده معدل عشان خاطر لمين؟ معناها للداتا مش للباسوردات. فعشان تيجي بس تفرق لما تيجي تشوفه مثلا في شو ولا في كونفيجريشن ولا في حاجه، طيب هو SHA بس او MD5، يبقى دول الباسوردات. MD5 و SHA جنبها كلمه HMAC، يبقى دي للداتا. طب ماشي، بس كده برضو فين بقى تشفير الداتا؟ احنا بنقول هنشوهها، عايزين نفهم يعني ايه هنشوهها. اقول لك حاجه، تشفير الداتا ده هيجي بالحته الثالثه والاخيره، كونفيدنشياليتي. طب وازاي اقدر اعمل كونفيدنشياليتي، احافظ على سريه المعلومات؟ عن طريق ان انا اعمل للداتا انكريبشن. طب وازاي اعمل للداتا انكريبشن؟ بروتوكول مخصوص. يعني الاي بي سيك بيقول لك هو عباره عن مجموعه بروتوكولات كده بتخش مع بعضيها، وتقدر تختار شغل واحد منهم ولا اثنين منهم ولا كلهم مع بعض. والامن طبعا شغلهم كلهم مع بعض. يعني انا ممكن استخدم الاي بي سيك واقول له ايه؟ انا عايزك تعمل لي اوثنتيكيشن بس للباسوردات بس كده. اقول له تسيب الداتا زي ما هي. او ممكن اقول له معلش يا اي بي سيك، عايز اعمل اوثنتيكيشن للباسوردات، وعايز اعمل كمان انتجريتي للداتا. او ممكن اقول له انا عايزك تعمل لي كل دول. هنعمل بروفايل نقول فيه الكلام ده، البروفايل ده هيطلع بكوماند واحد يعني. طيب مهم كونفيدنشاليتي، وبتعمل داتا انكريبشن. وازاي بتعمل داتا انكريبشن؟ من خلال بروتوكول اسمه ESP، يعتبر البروتوكول المنافس للاي اتش. بمعنى الاي اتش ده هيعمل ايه؟ اسمه اوثنتيكيشن هيدر، وبروتوكول بيعمل داتا اوثنتيكيشن، داتا هاشنج. الاي اس بي تخصصه في الاساس ان هو يعمل انكريبشن. بمعنى الاي اس بي الهدف بتاعه انه يعمل في الاخر انكريبشن. بص الاي دي ساعات بنسميها انكريبشن او انكابسوليتنج سكيورتي. بمعنى ايه انكابسوليتنج سكيورتي؟ ان الانكابسوليشن بتاع الداتا بتاعتنا هيعمل له سكيورتي، هنشفره. بروتوكول، وده بروتوكول رقم كام؟ وده بروتوكول رقم 50. مهم الارقام دي، للاسف عليها سؤال في الامتحان. بيقول لك يا ترى لو احنا هنعمل اكسس ليست ومش عايزين الاي بي سيك يقف له اي بروتوكولات، بروتوكول رقم كام وكام؟ مش اسمهم ايه، رقم كام وكام ما ينفعش نعمل لهم دينايل. فلو احنا هنشتغل بالاي بي سيك مش عايزين الاكسس كنترول ليست بتاعتنا توقف لنا البروتوكول ده، ما ينفعش نوقف لا بروتوكول لا 50 ولا 51. بس تبقى عارف بس الارقام بتاعتنا. ماشي، بيعمل ايه بقى الاي اس بي ده؟ الاي اس بي ده بيعمل تشفير. طب وازاي التشفير بيتعمل؟ عندك اوبشن من ثلاثه. ايه ثلاثه اوبشن؟ تشفير ضعيف، كان برضو لو حد كان حاضر في السنه يمكن سمع اسمه ديس. يعني اسمه ESP DIS. ايه DIS؟ داتا انكريبشن ستاندرد. ده اتفك من خبر المافيا الروسيه. يعني المافيا الروسيه اعلنت ان هي قدرت ان هي تفك الشفره بتاعته من فتره طويله كمان. المهم اللي حصل ان عملوا بعد كده للاي اس بي بروتوكول التشفير اسمه تريبل DIS، وده اتفك من انهي مافيا؟ كانت مافيا الايطاليه.
ساعتها. بص انا بحاول افكرك بس ايه، لو حد كان حاضر السيني قريب، لا لا الحاجات دي بقولها في السيسي عشان يفتكروها بس، ليه هم بييجوا اصلا ينسوا ان احنا قلنا الكلمه دي، فراح جاي وانا حكيها لهم مره ثانيه، ولما اتفكت من المافيا قال لي ايوه افتكرناها، فبحاول بس افكرهم بيه. لكن المافيا مالهاش دعوه بالموضوع ده، المافيا في الاخر بتسرق مخدرات وسلاح وكلام من ايه علاقتها بالتشفير وفك الشفره، بس عارف لما تقول المافيا الروسيه يبدا ايه يصحصح معاك، فانا اسف انا كنت بس بقول لكم كده في السيسي ايه، بس بعتذر لك. سواء كان لسه حاضر السيسي قريب سمع ايه، سمع الجملتين. طب مين اللي ما كسرتوش للمافيا الروسيه ولا المافيا الايطاليه؟ اسمه AES Advanced Encryption Standard. فهي طبعا نصيحه الغني، لو انت عايز تشتغل ب VPN تكون امان 100% هنشتغل بايه؟ SHA للاوثنتيكيشن، SHA-HMAC للانتجريتي، انتجريتي معناها محافظه على سلامه المعلومات، وهنشتغل بال ESP AES للكونفيدنشاليتي المحافظه على سريه المعلومات. ماشي، يعني ايه اللي هيحصل بالظبط وايه الكوماند اللي يتكتب؟ يعني انا كتبت دلوقتي تانل بروتكشن اي بي سيك بروفايل حماده او اكس، ايه الكوماندات اللي تتكتب؟ طب قبل الكوماندات اللي تتكتب اقول لك لو انت استخدمت كل دول مع بعض كان ايه اللي هيحصل. ده اللي هيحصل، هيحصل ان هتيجي داتا من اللام بتاعك، اني داتا اللي هي دي، هي داتا دي جايه ازاي؟ خارجه من الكمبيوتر كلير تكست. بمعنى ايه كلير تكست؟ مش متشفره وما فيش اي حاجه خالص، الكمبيوتر بيبعت داتا وفاكر نفسه هيوصل لمين بتاع الشركه في الناحيه الثانيه، ما فيش وجود للانترنت. الراوترين دول عارفين لما انت قلت لهم تانل بروتكشن ان في كده انترنت في الطريق، طالما في انترنت في الطريق فلازم يحافظوا على سلامه المعلومه. بيعملوا ايه بقى في المعلومه؟ نسختين منها، نسخه من المعلومات بيحصل لها ايه؟ الاي اس بي بيمسكها ويبدا يعمل لها انكريبشن، يعني الداتا بتاعتك نسخه منها تبقى انكريبتد داتا. الميزه في الانكريبشن اقول لك، الميزه اللي في الانكريبشن انه تشفير، لو بالجوريزم قوي صعب يتفك، بس ممكن مين اللي يفكه؟ فرع شركتك اللي في الناحيه الثانيه هيبقى معاه مفاتيح فك التشفير. فالانكريبتشن ليه ديكريبشن، فالانكريبتد داتا هيحصلها ديكريبشن. طيب ايه النقطه بقى؟ النقطه ان احنا عايزين كمان نبعت نسخه من الداتا بس باستخدام الاي اتش، يعني كده الداتا تتبعت نسختين، نسخه باستخدام الاي اس بي لو استخدمت كل الاوبشنز دي، ونسخه باستخدام الاي اتش. طب انا ممكن استخدم اي اتش بس براحتك، ممكن استخدم اي اس بي بس براحتك، ممكن استخدم واحد من الاثنين دول بس. الاي اس بي هيعمل انكريبشن للداتا، طب والاي اتش؟ الاي اتش هيعمل اوثنتيكيشن للداتا. بمعنى ايه اوثنتيكيشن للداتا؟ اوثنتيكيشن للداتا بمعنى انه هياخد نسخه من الداتا وهيخليها هاشد. بس انت عارف ان الهاشد مالها؟ مالهاش. يعني ايه مالهاش؟ الهاش مالهاش، مش هينفع تترجع مره ثانيه. طب وليه انا ببعت له نسخه من الداتا مش ترجع مره ثانيه؟ ما كده كده انا بعت نسخه من الداتا هترجع مره ثانيه. دي كان فايدتها بس ايه؟ الهاش داتا زي ما تقول كده زي السي ار سي، بس سي ار سي للداتا كلها، ومعمول ازاي؟ معمول بمفاتيح قويه، يعني سي ار سي في الاساس ما بيخشش معاك ايز او مفاتيح او باسوردات، لكن الهاش داتا هتبقى عباره عن داتا مالها تتشوه. هتتشوه ازاي؟ بمفاتيح. يعني ايه اللي هيحصل؟ كلير داتا دي نسختين منها، علم نسخه هيمسكها الاي اتش ونسخه هيمسكها الاي اس بي. نسخه هيمسكها الاي اتش هيعمل فيها ايه؟ هياخد نسخه من الداتا ويضربها في كي، ايه اللي يحصل لها؟ تتحول ان هي تبقى هاش داتا. والاي اس بي هيعمل ايه؟ هياخد نسخه ثانيه من الداتا ويعمل فيها ايه؟ ويدخلها في كي ثاني، يعني ده كي وده كي، وايه اللي يحصل؟ بتحول لانكريبتد داتا. وايه اللي يبقى مبعوت؟ مبعوت نسختين من الداتا، واحده متشفره واحده متشوهه. التشويه اكنه زي سي ار سي عشان لو حد غير اي حاجه في الداتا، والتشفير عشان ما حدش يشوف الداتا نفسها. طب اقول لك ايه؟ تشفير ومهم، يعني مش عايزين حد يشوف الداتا. قصه ان انت تشوه الداتا دي ايه لازمتها؟ ايه احافظ على سلامه المعلومات؟ يبقى انت ما عرفتش اللي حصل. ايه اللي حصل في امريكا؟ امتى؟ ده يمكن في ايام التسعينات، اول ما الانترنت كانت بدات تشتهر قوي. حصل ان احد مهندسين السيرفيس بروفايدرز اللي في اي تي ان تي عمل عمليه نصب قدر بيها ان هو يحصل على مبلغ 10 مليون دولار. حلو، يعني ممكن الشبكات تخليك في يوم من الايام مليونير، بس ايه مش بالحلال، يعني هيبقى في الاخر ايه؟ بالحرام، ربنا يسامحنا في رمضان. عمل ايه الراجل دوت؟ بص الراجل دوت فتح حساب في بنك اسمه بنك اوف امريكا، هو شغال كان في اي تي ان تي. فتح حساب في بنك اوف امريكا وكان بيصاحب كل الناس اللي في فرع البنك ده، يعني ايه مثلا حد من الموظفات اللي هناك يصادقها، المدير اللي هناك يجيب له هدايا، وبعدين بدا يفهمهم انه حزين الفتره دي. ليه حزين؟ عمه اللي في البرازيل بيموت وهيورث منه مبلغ كبير يصل الى 10 مليون دولار او اكتر، ولما عمه اللي في البرازيل هيموت هيبدا ان هو يحول الفلوس. فقعد يقول لهم انا حزين بس لو جالكم الفلوس وتمت التحويل وبفهموني، يعني بدا ان هو يعمل لهم غسيل مخ،
لمدير البنك ويجيب له لك هدايا ليه وهدايا لمراته، يعزمهم في حفلات للموظفات الموجوده هناك، للتيلر المحاسب موجود هناك. المهم في الاخر ايه اللي حصل؟ يوم الايام قرر ان هو هينفذ العمليه. ايه العمليه؟ ان في حد هو بيعمل تحويله لنفس الحساب ده. التحويله دي كانت بقد ايه مثلا؟ ب 5 مليون دولار، ب 10 مليون دولار، يعني في يوم الايام يكون فيها تحويله كده. كل اللي هيحصل ايه؟ هيشيل اسم الراجل ده ويحط اسمه مكانه. يعني بدل ما التحويله حول لمحمود 10 مليون دولار، حول لادم 10 مليون دولار. بس هو كده هيعمل ايه؟ هيغير في سلامه المعلومات، يعني المعلومه كده مش هتبقى سليمه. ماشي، بس هو ايام زمان مش لسه اخترعوا موضوع الانتجري ده، ما كانواش متوقعين ان ممكن حد يبقى فيه يعني عارف الدماغي. اللي حصل ايه بقى؟ اول ما الفلوس سمعت في الحساب، في حسابه هو ادم، راحت السكرتيره، مش السكرتيره، الموظفه هناك كلمها ادم فلوس وصلت، هنتجوز صح؟ اه طبعا. طيب وهتجيب العربيه اللي عايز؟ طبعا. والالماس؟ طبعا. طب بقول لك ايه، اسحبي لي منهم 5 مليون بس النهارده، وقولي للناس كلها ان في حفله هنعملها عشان خاطر الفلوس اللي جات لي. ما رضيتش اسحب الفلوس كلها عشان بس ما حدش يحس، ولا هو مين هسحب بس 5، جهزي لي الفلوس. المهم راح مكلم المدير بتاع البنك، الفلوس يا ريت تبقى جاهزه النهارده بسرعه عشان الحق، عشان خاطر هجيب لك العربيه اللي نفسك فيها، مراتك هجيب لها مش عارف الختم القمصي. المهم قعد يخمهم. المهم راح استلم الفلوس وخرج من البنك، وعلى ما هم بعد مواعيد العمل بتاعت البنك جم يراجعوا الحسابات مره ثانيه واكتشفوا الخدعه. كان هو طار فين؟ حدش يعرف لحد دلوقتي هو فين. طار لابس جلابيه، لابس عبايه، ولا هو مين، ولا هو فين؟ ساب امريكا كلها وطار. كان مرتب الخطه بتاعته صح. كل ده بسبب ايه؟ انه غير بس سلامه المعلومه. بدل ما هي كانت حول الفلوس لمحمود، حول الفلوس لادم، شال كلمه وحط كلمه. من ساعتها قالوا لازم لما نيجي نبعت داتا عبر الانترنت لو عايز تحافظ على سلامه المعلومه الانتجريتي بتاعتها، لازم اللي يحصل الداتا نفسها تخش على مفتاح وتتشوه، والناحيه الثانيه يعمل ايه؟ الناحيه الثانيه ياخد الداتا بعد ما تتفك، يعني يفك الانكريبشن، حاجاته داتا اصليه، يروح مشوهها هو كمان ويتاكد التشويه زي التشويه، يعني السي ار سي زي السي ار سي. لو الاثنين سي ار سي زي بعض يبقى الداتا ما اتغيرش فيها اي حاجه في السكه، يبقى الداتا بتاعتنا دي سليمه. ماشي، يبقى حلو موضوع ان احنا هنعمل ايه في الداتا؟ هنشفرها ونشوهها. والناحيه الثانيه هيفك الشفره، وبعد كده يعمل ايه في الداتا اللي فك الشفره؟ نسخه منها، سيب الاصل، نسخه منها يشوهها بنفس المفتاح ويتاكد التشويهين شبه بعض ولا لا، يبقى كده الداتا بتاعتنا سليمه. ده كلام حلو، بس هنقوله ازاي للراوتر؟ ده اللي هتقوله بقى للراوتر. هتقول للراوتر ان احنا عايزين نعمل بروفايل للبروتكشن اسمه حماده. حلو، بص بقى هروح قايله ازاي بقى. حماده دي هخش على الكونفيجريشن وراح اقول له كريبتو اي بي سيك. كلمه كريبتو معناها خارطه التشفير. كريبتو اي بي سيك بروفايل حماده. حلو، يعني ده حماده، فلكني بقول له يبقى اقول له استدعي الملف اللي اسمه حماده، وهنا الملف اللي اسمه حماده. هيدخلك، هتطلع من الانترفيس بالظبط حماده جوه وانت جوه الانترفيس اكتفت حماده، فكده هتبدا تكريت. عارف زي اكسس ليست بكريتها، فكده بقى اكتفها على الانترفيس، نفس الفكره. طيب هروح قايل له يبقى ست، يعني ست ضيف ترانسفورم ست ميشو. طيب ايه ميشو ده؟ هتيجي في كوماند لوحده بقى تقول له كريبتو ترانسفورم ست ميشو. هنستخدم اي اس بي اي اي اس مسافه اي اتش اس اتش اي اتش ماك. كده انا عملت ايه بقى؟ كده من الاخر انا قلت له ايه هو البروفايل اللي احنا نستخدمه من وسط الحاجات الكتيره دي الموجوده دي. قلت له بقول لك ايه، الكريبتو اي بي سيكر اسمها حماده، استخدم ترانسفورمت ست اسمها ميشو. وايه ترانسفورمت ست اسمها ميشو؟ ميشو بيستخدم الاي اس بي. طب ايه في الاي اس بي؟ الاي اس بي عندنا فيه كذا حاجه، الاي اس حلو، والاي اتش هنستخدم ايه؟ طيب في الاي اتش، الاي اتش فيه كذا حاجه، هنستخدم الاي اتش الاس اتش اي اتش ماك. بص بقى يا سيدي، لو كنت صبرت دقيقه كنت انا قلتها، كنت اخدت انا رصيد. بص يا ليه مثلا ما قلناش كريبتو اي بي سيك بروفايل حماده وقلنا استخدم الاي اس بي والاي اتش والحاجات دي كلها مره واحده؟ للاسف عشان خاطر كوماندات موجوده من زمان قوي كانت بتستخدم حاجه اسمها ترانسفورم سيت للاي بي سيك. فكان ايام زمان كنا بنعمل حاجه كده زي اكسس ليست بس للاي بي سيك، وكنا لازم نستخدم فيها كلمه ترانسفورم سيت. هم عشان يحافظوا على التراث القديم مع كوماندات جديده، فكانت الكونفيجريشن بتتكتب ازاي؟ كريبتو سيك كريبتو اي بي سيك بروفايل سيت ترانسفورم سيت، وتروح حاطط اسم. الاسم ده بتناديه اكنه اكسس ليست ثانيه، اكسس ليست ثانيه فيها ايه الاكواد اللي انت هتستخدمها، اي اس بي ولا اي اتش ولا اس اتش اي ولا غيره. هي بص هي لفه شويه،
بس كان المنطقي يعملوا ايه؟ ما تحط جوه الكريبتو اي بي سي بروفايل انت عايز تعمل ايه بالظبط، بس عشان خاطر ليها كوماندات قديمه. بص اصل الاي بي سي ده عدى على اصدارات كتير قوي، يعني اخر اصدار ليه بيستخدم حاجه اسمها البروفايل. كان في اصدار قديم اسمه كريبتو ماب، كريبتو ماب ده لازم كنا نعمل له ماتش وست زي روت ماب كده، حاجه زي روت ماب، ماتش كذا وست كذا. مش فاكرين الروت ماب دي كانت في البي جي بي كده، ماتش وست. حلو. لا من 1998 مثلا حاجه كده، قبل ما كانش فيه تشفير، كانش فيه، كان فيه تانلينج، يعني ممكن تعمل تانلينج بس من غير تشفير، بس كانش فيه تشفير. ليه ما كانش فيه تشفير؟ لان عارف ما كانش مخونين الناس، يعني كان يقول لك ايه هو مين يعني هياخد الداتا، طب هيعمل بيها ايه، هيفكر ازاي. لغايه لما في واحد من الاوقات ضربهم ضربه وعورهم في 10 مليون دولار، فمن ساعتها بقى ايه عارف يعني ايه اللي يتلسع من الشوربه ينفخ في الزبادي. انا ايه الامثله كلها اكل كده ليه؟ طيب عايزك طيب تاخد صوره للسبوره حبيب. بس مهندس هو الاي بي بتاع التانل سورس ده فيزيكال انترفيس ولا لوب باك؟ طيب ثواني هكون معاك. منا معايا ولا مين؟ يمنا. منا. منا حالا يمنا دي اكون معاك. ما هي دي بقى الفي ام في بي ان. يعني انت عشان تشتغل جي ار اي مع اي بي سيك هتشتغل بوينت تو بوينت. طيب لو حبيت ان انا اوصل بقى ثلاث فروع ببعض هيد كوارتر وفرعين، هيطلع ان احنا لازم يا اما نعمل كوماندات دي تاني، يعني نعمل كذا انترفيس تانل الاسبوع الجاي على طول كذا انترفيس تانل، يا اما نشتغل في ام في بي ان تبقى على تانل واحد. فتاني لو انت عايز تشتغل ما بين فروع اكتر كل فرع بتانل وتعيد الكوماندات دي من اول وجديد تاني. يعني كل ده بس لا 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 مش دعوه براوتنج خالص، لا 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 خالص، لا لا حتى البارت ده مش بارت راوتنج يعتبر، ده بارت فيرتشواليزيشن. ايوه صح. الايه من عشان تقدروا توصلوا بعض على الانترنت بالبرايفت اي بيز؟ مستحيل. ازاي بحد البرايفت اي بي؟ برضه ما هو بالراوتنج هما برضه بالبرايفت اي بيز، ما البرايفت اي بي ده بيتكرر. يعني انت ازاي تحسسهم ان مفيش غيرهم هم؟ فلما تقول له انا عايزك توصل ل 192.168.3 يبقى ده بس 13 بس. عارف الانترنت فيها عليها كتير قوي اسمهم 192.168.3. عايز اني 192.168.3 اللي عنده 22. طب عايز اني 172.16.3 اللي عنده 11. حلو. برايفت سيرفيس بروفايدر، ما احنا كده ده انت يعني هديت الاساس، الاساس السبوره كلها ان احنا مش عايزين ندفع فلوس بالظبط. يعني حل ان انت عايز برايفت واورنج هتشتغل ام بي ال اس في بي انز مثلا، ده 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 حل. بس ما هتدفع كام؟ انا بكلم ايه انذر سوليوشن. و يعني مثلا انت الكاستمر بتاعك قادر فعلا على مثلا دفع حاجه زي ده، لكن في كاستمر ثاني يقول لك لا انا عندي هم فرعين، مكتبي هنا ومكتبي في دبي مثلا، طب ازاي هوصل ما بينهم؟ اورنج هتدفعني مبلغ قد كده في الشهر بس. قصدي لا ده 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 اكسترا سوليوشن فور using building private WAN over public WAN. لكن انتوا السوليوشنز بتاعتكم هتبني private WAN على private WAN اصلا، ده احسن بكتير، بس احسن وامن وكل حاجه. وعلى فكره ساعات في كاستمرز بتعمل حركه، بعد ما انت تعملهم في ار اف يبدا يروح عامل هو الاي بي سيك علشان خاطر يشفر الداتا بتاعته عشان انت ما تشوفهاش. يعني ممكن يروح بعد ما انت عملت له في ار اف فصلت له الشبكه بتاعته وعزلتها له، لكن برده مش مامن للسيرفيس بروفايدر، ما الداتا بتعدي عليه. لو واحد موظف في السيرفيس بروفايدر ده شاف الداتا بتاعتي يروح هو عامل بقى اي بي سيك اوفر الام بي ال اس في بي ان، فيبقى ساعتها دي استفدنا منها ايه؟ استفاده على البرايفت وان كمان.
جدا بطئ الدنيا جدا. طبعا طبعا لو عندك فروع كتيره هوري لك حالا، لو عندك فروع كتيره عشان تقعد تكتب الكونفيجريشن وكل واحده ليها البروفايل بتاعها والكريبتو ماب بتاعتها، لا وجع قلب. عايزين تروح تدور على السورسز والديستنيشنز صعب. بس لو عملنا بقى ديم في بي ان، ديم في بي ان ليه مفعول السحر في الحته دي. هقول لك حاجه حلو هيحصل ماشي. ما اديتهاش اي بي تاني، قلت لها لا مش اي بي تاني، هو بقول لها بص يعني انترفيس تانل، بقول لها انت الاي بي 10111 بربط بقى تانل زيرو، سوري تانل زيرو دي بربطها بمين؟ عايز اربطها بسيريال زيرو. يعني عايز اقول له ايه؟ تانل زيرو في شكل افتراضي هي في الحقيقه هي سيريال زيرو، فعشان كده بقول له تانل سورس 111 مش بديها اي بي تاني. يعني الامر اللي بيدي اي بي اسمه اي بي ادرس، لكن تانل سورس ده ما بيديش اي بي، فالانترفيس كده مش ده الامر اللي بيدي اي بي. ده بتاع سيريال بالظبط كده، ده بتاع السيريال، بتاع السيريال. فانا بقول له ان تانل زيرو في الحياه الافتراضيه هي نفسها سيريال زيرو في الحياه الحقيقيه. يعني كل ما اقول لك اي حاجه ما تعرفهاش طلعها من تانل زيرو، بطلعها منين برضو؟ طلعها من سيريال زيرو. طب وبعدين لما اطلعها من سيريال زيرو اديها السورس 1111 واديها الديستنيشن 222، انا اللي محدد له كل الحاجات اللي هعملها. طيب فوصل لحد 222 بعد كده قدر يفك الداتا تاني ويوصل. البري شيرد كي ككوماند ليه كوماند. استنى انت على الكونفج تقول له بري شيرد، لا مش في البروفايل، لا مش فاكر فيه هنا داش ولا مفيش، وتروح حاطط بقى كلمه السر بتاعك براحتك. لا كده مش هينفع. انت بقى ممكن تعمل ايه بقى؟ ممكن تحدد يعني انت عايز تعملها بالشكل ده، ممكن نحدد اكسس ليست، نعمل اكسس ليست ونقول مين اللي ممكن يطلع على الفيس، فتحدد فيها لو السورس ده لا مش هيطلع فيس، مين اللي يطلع على التانل والباقي يطلع على الفيس. تقول له لو السورس ده عايز يوصل بالظبط للديستنيشن ده اللي هي الشبكات البرايفت بتاعتك، يبقى اشتغل على التانل. انت ممكن تعمل جوه الانترفيس تانل دي اكسس ليست كمان، تقول اكسس ليست حاطط اكستندد اكسس ليست، تسمي فيها السورس برايفت والديستنيشن البرايفت، فساعتها يبقى ايه؟ امتى هنستخدم التانل ده؟ البرايفت دول بس. وتبدا بقى تقول له ايه؟ تقول له الطريق لمين؟ ل 192.168.1.3 الشبكه هناك هي اللي هتعمل زيرو، واي حاجه ثانيه سيريال زيرو. يعني هتعدل بس في الكونفجريشن دي، يعني تقول له ثاني الطريق ل 192.168.1.0/24 هي دي اللي تانل زيرو، واي حاجه ثانيه الس اطلعها من سيريال زيرو مش تانل زيرو. فكده اللي هيعمل ايه؟ اي حاجه رايحه ل 192.168.1.3 يبقى امشي في التانل. طب اي حاجه ثانيه هتكتب بدل هنا بقى 00 دي اس 0 بيطلعها من اس 0. اس 0 معناها انه هيطلع بشكل فيزيكال، بس هيحصل له يبقى ناتنج، فلازم يحصل ناتنج في الحاله دي، لان الداتا لو طلعت بالاي بي برايفت من غير ما يحصل نات مش عارف يطلع على جوجل وعلى الفيسبوك. فممكن بس تعدلها ازاي؟ يعني تعدل لو عايز تطلع الناس على الانترنت في نفس الوقت دي سيريال زيرو، وتيجي تقول له الطريق ل 192.168.1.0 الفرع الثاني 255.255.255.0 دي بس اللي طلعها من ضمن زيرو بس. فكده هو بيعمل ايه؟ لما تيجي داتا هيبص على الموست سيجنيفيكانت الاول ده ماشي تانل زيرو، حاجه غير ده رايح لفيسبوك، ما الفيسبوك هيبقى اي بيات ثانيه، جوجل اي بيات ثانيه، هيروح طالع من السيريال زيرو العاديه. طب انا لو عايز دي على فكره دي كوماندات العاديه اللي هو قبل ايه؟ قبل ما نعمل طالعين على الانترنت، انت طالع الانترنت بتقول ايه؟ ستات ديفولت ستات. معلش يا منى قولي لي لو عايز اتاكد ان التانل شغاله ايه الكوماندات اللي عاملها؟ الكوماند اللي هعمله عشان اتاكد من التانل، بص يا ستي شو من الشوهات المهمة، شو اي بي سيك اس اس اي اختصار لسكيورتي اسوسيشن، فده بياكد لك بقى ايه؟ كم باكت دخلت للتانل؟ كم باكت خرجت من التانل؟ الباكتس اللي دخلت دي قد ايه منهم اتشفر؟ قد ايه منهم عملوا هاشنج؟ فشو اي بي سيك اس اي وفي ايوه وده اللي كنت بدور عليه. في الشو الثاني شو كريبتو اي بي سيك، ده بقى يطلع لك برضو الكونفيجريشن اللي انت كاتبها كلها
بلس برضو يطلع لك التفاصيل عن كام باكت من باكت استخدمت الكونفيجريشن دي. فالتو شو دول مع بعض طلعوا فعلا كل التفاصيل. في اليوم ديبج طب هو التانل سورس باش مهندس ده كده فيزيكال اي بي صح؟ مش لوب باك ده بجد؟ معلش ايه بقى الفيزيكال اي بي؟ مش اللوب باك التانل سورس الاي بي بتاع التانل سورس. لا ينفع لوب باك، ينفع لوب باك لو عايزها لوب باك ممكن، ينفع تبقى لوب باك لو عايزها. ده سيسكو بس ولا ممكن جوني برضه؟ ده ستاندرد، ده ستاندرد مش سيسكو بس، ده ستاندرد. انهي الستاندرد اللي هو فيزيكال اي بي كله؟ لا سواء فيزيكال اي بي او انترفيس، يعني تحط اي بي او تحط انترفيس فيزيكال لوجيكال، ده كله ده ستاندرد. الاي بي سيك ما فيش اي اختراعات اصلا سيسكو، لكن مش لازم حاجه يعني بص عايز تكتبي مثلا تانل سورس 1111 تانل سورس اس 0 عايز تحط حاجه فيرتشوال في الموضوع، ينفع تبقى تانل سورس او تانل ديستنيشن. تمام. الدولي ايوه دولي. الجي ار اي هيدر ده مساحته قد ايه؟ قول لي ده السايز بتاعه قد ايه؟ ماشي السايز بتاعه قد ايه؟ ده بص يا سيدي الهيدر الاحمر 20 بايت. ماشي الهيدر الاحمر 50 24 بايت. ففي في نفس ال 20 بايت بتوع السورس والديستنيشن والتي تي ال والتي اس، ومزود بس 4 بايت فلاجز كده خاصين بيه. يعني كان بالظبط عارف زي الدوت 1 كيو بيزود كام بايت؟ 4 بايت. فاكن ده مزود 4 بايت بس على الاي بي فيرجن 4 هيدر. هتلاقي خاصه ال 4 بايت دي بيزيد الام بي ليس بيزود كام بايت؟ 4 بايت. هتلاقي ال 4 بايت دول ايه يعني الستاندرد اللي بيزيد عليهم هيدر زياده اضافي. دول مستخدمين في التانل بس. بس بالظبط كده بس. ده للتانل بس. يعني التانل بيفهم الهيدر دوت، لكن لما بتخرج بره التانل بترجع الباكت زي ما هي من غير الجي ار اي. الله ينور عليك، لان هو لما بنخرج بره التانل بيبدا يروح شايل الهيدر ده. يعني هي كانت هنا مثلا ليها اثنين راس، وفي طبعا الهيدر لونه اخضر. زود راس موف فبقت بدل ما هي ثلاثه راس بقت اربعه راس. بقت اربعه راس جوه التانل تخرج بثلاثه. تمام. يعني في راس بص راسه دي لونه اخضر بس دول انا شايلهم ليه؟ دول كل هوب بيتغيروا، كل ما هوب بنغير الماك فبيتغيروا. بس ما حبيتش احطهم في الرسم. تمام يا دكتور. طيب بص عبد الرحمن كان بيسال سؤال حلو قوي. لو عندي اكتر من بتاع عبد الرحمن مش موجود اصلا. طيب انا جاوب على السؤال برضه لحد ما يجي. يقول لو انا عندي اكتر من فرعين ايه اللي هيحصل؟ تعال احكي لك. لو عندك عايز تعمل سايت تو سايت في بي ان وفروع كتير، تعال مثلا نعملها على كام فرع بس، على هيد كوارتر وثلاث فروع. بسطي حاسم الصبور نصين عادي. انا ما كنت عامل خط كبير حاسم الصبور نصين. طيب بعدنا لو شغالين لسه في السايت تو سايت في بي ان، يعني لان تو لان في بي ان، وعايزين نعمل ايه؟ نوصل ما بين اكتر من فرعين. سهل، هيبقى في هيد كوارتر اهو ورا لان، وفي برانش 1 ورا لان، وبرانش 2 ورا كمان لان، وبرانش 3 ورا كمان لان. بس بقى نضطر نعمل ايه؟ في انترنت موجوده في النص، فيزيكال كونكشنز عاديه، هنضطر ان احنا نعمل تانل. وحلوه بقى الحركه، كان يا ريت محمد زكي كان موجود دلوقتي وسامعني. نضطر نعمل حاجه زي كده، نخلي مثلا ايه تانل زيرو. ماله مربوط هنا مثلا بتانل زيرو؟ يقول لك خليها واحد وخليها واحد. مش لازم، بس هو ساعتها يا ريت عشان خاطر ايه انت ما تتلخبطش من كتر التانلز اللي هتعملها. وتانل 1 تانل 2 وهناك تعملها تانل 2، تانل 3 وهناك تعملها تانل 3. وكل تانل هتعمل له ايه بقى في الكونفيجريشن؟ بص بقى ايتش تانل هنعمل له الاتي. ايتش تانل هنعمل له اي بي، ايه كمان؟ كل تانل هنعمل له سورس، تانل سورس، ايه كمان؟ كل تانل هنعمل له تانل ديستنيشن، وايه كمان؟ ده اوبشنال بس عشان خاطر عايز ايه اعقد لك الموضوع، حاسس ان هو اكبر. تانل مود، وكل تانل هنعمل له تانل
بروفايل. التنل بروفايل ده اللي هو بتاع الاي بي سيك، هتحدد بقى فيه ما بين فرع الجوافه والورده نستخدم ايه، فرع الجوافه نستخدم ايه. طبعا كل ما بتعقد السكيورتي كل ما بتبطئ اكيد الداتا بتاعتك شويه اكتر. يعني عندك لو فويس او فيديو ولا حاجه، كل ما تخلي الانكريبشن بشكل اعقد، كل ما تخلي الاوثنتيكيشن بشكل اعقد، كل ما كده هتبطئ الدنيا بس عندك اكتر. ساعات بنخليها ممكن تشتغل ترايل اند ايرور، يعني اجرب اغير في البروفايل، اقلل السكيورتي سنه واشوف الفويس ماشي كويس ولا لا. فساعات في حاجات بتبقى بالنسبه لك ايه بتتخر ليك تتنازل عن بعض السكيورتي لغرض ان انت بس تحافظ على الكواليتي بتاعت الشبكه بتاعتك. ماشي، كونفيجريشن كده كتير. طيب ما فيش حل احسن من كده؟ ايه الحل؟ اقلل الكونفيجريشن. وعشان تقلل الكونفيجريشن معمول مخصوص ابتكار اسمه دي ام في بي ان. فالدي ام في بي ان حد لك هو فايدته ايه؟ فايدته ان احنا نقدر نعمل دايناميك، حلو، مالتي بوينت، حلو، في بي ان بس بكونفيجريشن اقل. طيب يعني فكره الدي ام في بي ان هتبقى عامله ازاي؟ هو نفس الهيد كوارتر هو هو، ونفس الانترفيس الفيزيكال اللي طالع على الانترنت هي هي. ونفس البرانش الاول والبرانش الثاني والبرانش الثالث. وعايزين نعمل ايه؟ هو تانل واحد بس، يكون منين لفين؟ تانل زيرو بس في الهيد كوارتر، واوصل بيه للبرانش وللبرانش واحد بس للبرانش. مش بس كده بقى، لكن عشان كان برانش 1 يوصل لبرانش 2 كان المفروض يعدي ازاي؟ يروح في تانل، بص بقى يروح في تانل تتشفر ونمشي ونفك الشفر، كان يرجع تاني نشفر وتمشي ونفك الشفر، عارف عذاب. طب ما كنا نعمل تانل ما بين ده وده، اعمل بس عشان تعمل تانل ما بين ده وده هتسميه مثلا تانل 5 ولا تانل 4، وما بين ده وده تانل 5. بقول لك ايه صحيح، انت كنت لسه عاملها قريب في الفريم ريلي، لما قعدت تعمل ايه؟ ديلسز، قعدت تعمل ديلسز وقعدت تعمل توصيلات عشان خاطر في الاخر تعمل ايه؟ توصلهم ما بينهم بعض بشكل دايركت. فالقصد كونفجريشن هتبقى لا يعني صعبه، والمانجمنت بتاعتها هتبقى ممكن لا هي بص تمشي. يعني ايه تمشي؟ يعني في ناس بتتعذب وتقول لك انا هعملها وخلاص تيجي زي ما تيجي. صح. وفي الاخر ايه؟ كميه بقى رسائل كيب لايفز ماشيه، كميه باكيتس ماشيه، كميه مفاتيح بتتغير، مفاتيح الكيز بتتغير مره كل 8 ساعات، ده الماكسيمم لايف تايم بتاعها. يعني انت لو ما عملتش حتى كونفيجريشن الديفولت كل 8 اورز بيقعدوا الراوترات يغيروا المفاتيح بتاعتهم بالالجوريثم، عشان خاطر لو حد كسر المفاتيح بتاعت الشفره يقول له عم ده احنا من 8 ساعات كنا مغيرينها خلاص. انت عملت الحاجات دي مانوال صح؟ شوف عملتها كده كلها 6 فروع كله، شوف كله ده كتير فول مش. طيب فالدي ام في بي ان بقى فكرتها في ايه؟ بص بقى سي. فكره الدي ام في بي ان ان الجهاز ده يبقى واخد اي بي 1.1.1.1، اقول لك خليها كده هيد كوارتر ياخد 4.4.4.4 ده بابليك اي بي. طيب وهنعمله الانترفيس بتاعنا الاي بي 10.1.1.4. طب وهنا هو برده تانل زيرو بس هنديله اي بي كام؟ 10.1.1.1 ده برايفت، والبابليك اي بي اللي هياخده على الانترنت 1.1.1.1. ثاني برانش 2 لما هيوصل على الانترنت هياخد مثلا اي بي 2.2.2.2، وهنعمل له تانل زيرو برده بس مش لازم زيرو براحتك تحط اي رقم 10112، وتانل زيرو برده 10113، والاي بي البابليك بتاعه مثلا 3333. طيب ايه الفكره بقى بتاعت الدي ام في بي ان؟ فكره الدي ام في بي ان ان احنا هنخلي فرع من الفروع دي هنسميه هب سايت، يعني هي سايت تو سايت بس ده حاجه اسمها هب سايت. كلمه هب هنا مش مقصود بيها الهب بتاع سي سي ان اي، مقصود بيها مشترك، يعني سايت مشترك. ايه اللي هيحصل بقى؟ كل ما يجي سايت من السايتس دي هنسميه سبوك. سبوك 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 مقصود بيها ان هو طرف من الاطراف. كل ما يجي سبوك يتعمل له الكونفيجريشن اللي يحصل هيروح باعت للهاب سايت معلومه، المعلومه دي يقول له كده اي ام مين 10.1.1.1 وانا هو 1111. تاني كده لما ده هنعمل له كونفيجريشن، انا اقول لك كونفيجريشن، هيروح باعت يقول له اي ام 10.1.1.2 مين وانا 2.2.2.2، وده هيروح قايل اي ام 10.1.1.3. خلي بالك السبوره اللي فاتت ما كانش فيها ان حد بيقول لحد حاجه، لكن هنا هيقولوا لبعض. وهتفرق معانا في ايه؟ بص بقى اللي هتفرق معانا الكلام ده بعد ما تعمل الكونفجريشن. اقول لك الكونفجريشن اللي هتتعمل ايه؟ الراوتر ده هيعمل ايه بقى ساعتها؟ بصفته الهاب سايت هيجمع جدول اسمه ان اتش ار بي ماب، نيكست هوب ريزوليوشن بروتوكول ماب، زي الارب كده بس حاطط ايه بقى في الماب؟ حاطط كده ايه الاي بي بتاع البابليك؟ 4444.
طب وايه الاي بي بتاع البرايفت؟ 10.1.1.4. طب ايه الاي بي بتاع الاولاني البابليك؟ 1.1.1.1. طب وايه الاي بي البرايفت؟ 10.1.1.1. 2.2.2.2 هو اللي قايله كام؟ 10.1.1.2. 3.3.3.3 اللي هو الرساله دي هو نفسه 10.1.1.3. ويعمل ايه بقى؟ ياخد المعلومات دي كلها في جدول ويبدأ يروح موزعها عليهم كلهم، يعني يروح باعت لكل واحد من دول يقول لهم كده NHRP update، بعت لهم فيه بعت لهم الفول تيبل ده. ايه اللي استفدناه بقى؟ بقى كل راوتر من الراوترات الثانيه عارف ايه، عارف مين الاي بيات البابليك وايه الاي بي البرايفت اللي يقدر كمان يوصل له بيه، يعني لو حب يفتح تانل معاه ده الاي بي برايفت وده الاي بي بابليك. يعني من الاخر بدل ما احنا كنا هنعمل كونفيجريشن نحدد ايه تانل 1 السورس ده ديستنيشن ده، تانل 2 سورس ده وديستنيشن ده، تانل 3 سورس ده وديستنيشن ده، هنعمل ايه؟ هو تانل 0 بس. وهيعمل ايه الراوتر في تانل 0؟ هياخد المعلومات دي كلها ويجمعها منهم ويبعتها لهم. يعني معلش كل راوتر من الراوترات دي هيعمل ايه؟ بص بقى يا سيدي، كل راوتر من البرانشات هيعمل كوماندات ابسط من البساطه، خش على الكونفيج وهيخترع له انترفيس اسمها انترفيس تانل 0، وانا جوه الانترفيس هنعمل له اي بي ادرس. كام الاي بي؟ 10.1.1.x. الماسك كام بقى المره دي؟ مش 30 بالفروع كتيره مع بعض، فكبر الماسك شويه ودي برايفت اي بي خليها اي حاجه. شوف العدد، يعني مثلا دول لو اربعه اديهم 8 اي بي، لو هتكبر فروعك بعد كده اديهم اكتر. طيب وبعدين بص بقى الحركه الجايه دي، تانل سورس. حلو، مين التانل سورس؟ كل واحد هيحط في تانل سورس الاي بي بتاعه، يعني 1111 2222 3333. بص انا هكتبها ازاي، بر 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 اللي هو ايه؟ شوف كل برانش منهم، ده برانش 1 يبقى 1111، برانش 2 222، برانش 3 3333. ومش هيحطوا تانل ديستنيشن ليه؟ ما لو حطوا تانل ديستنيشن، ديستنيشن ده ولا ده ولا ده، انا عايز افتح نرمي معاهم كلهم. بديل بقى للتانل ديستنيشن هنكتب له كده، هنقول له اي بي ان اتش ار بي، يعني عشان هنشتغل بحاجه اسمها ان اتش ار بي. ان اتش ار بي ده تاني، ان اتش ار بي ده فاكتور من الفاكتورز المهمه في الدي ام في بي ان، اللي هو هيعمل ايه؟ يعمل لنا نيكست هوب ريزوليوشن بروتوكول. حلو، ايه اللي هيحصل؟ هقول له اي بي ان اتش ار بي ان اتش اس، اختصار لان اتش اس نيكست هوب سيرفر. مين مقصود بالسيرفر؟ مقصود بيها الهوب سايت. سيرفر معناها الراوتر اللي عنده كل المعلومات دي. حلو، اروح قايل له ايه بقى؟ اي بي ان اتش ار بي ان اتش اس، هروح حاطط له ان مين الهوب سايت؟ هو 10.1.1.4 وهو نفسه 4444. يعني فهمتوا الاي بي البرايفت وفهمتوا الاي بي البابليك بتاع مين؟ بتاع الهيد كوارتر. طب ايه اللي هيحصل؟ اول ما تدوس انتر هيروح باعت له، يقول له خد المعلومات دي عني وهات اللي عندك. هات اللي عندك ايه؟ يروح باعت لهم كل اللي عنده. وايه كل اللي عنده؟ التيبل كامل. طب افرض التيبل ما كانش كامل، لما هيبعت الموجود عنده واي جديد تريجر هيبقى يبعته لهم. ايه اللي استفدناه؟ استفدنا ان كل برانش من برانشات عنده جدول كامل، فعارف وفي كام راوتر من الراوترات الموجوده في الشبكه بتاعتنا، وبناء عليه هيقدر ان هو يفتح معاهم كلهم تانلز من خلال انترفيس واحده بس اسمها انترفيس تانل. طيب حاجه معلش عايزك تزودها، ان البروتوكول بتاع الجي ار اي لوحده مش هيبقى كافي، لازم تقول له تانل مود، تانل مود ام جي ار اي. الام جي ار اي مالتي بوينت جي ار اي، عشان يفهمين ان هو مش هيبقى تانل واحده بس. طب بالنسبه للهيد كوارتر ايه الكونفيجريشن هتعملها؟ بص الهيد كوارتر تاني كونفيجريشن، هتخش تفتح انترفيس تانل براحتك، هي كده كده هتبقى تانل واحده بس، فسميها تانل زيرو عند الكل. وانت على الانترفيس اي بي ادرس كام؟ 10.1.1.4 ماسك 24، بس نكتب الماسك بس بطريقته في اي فايل. وانا على نفس الانترفيس هقول له تانل سورس. حلو، طب والتانل سورس هحط مين؟ هقول له 4 4 4 4. انا حاطط الاي بي الباب برايفت وادي البابليك اهو، تانل سورس 4 4 4 4. طيب وبعدين مش هقول له الامر بتاع اي بي ان اتش ار بي ان اتش اس، لان هو الان اتش اس، لو ما كتبتلوش ان اتش ار بي ان اتش اس هيفهم ان هو نفسه السيرفر. امال هقول له ايه بس؟ هقول له تانل مود ام جي ار اي. طب ساعتها كده استفدنا ايه؟ استفدنا ان ده فاهم ان هو سيرفر، يعني هيبدا يستنى لحد ما كلهم يبعتوا له. كلهم عارفين، وعلى فكره انت قايل لهم كلهم انت شار بي. الام دي بقى طالما جت الام دي دي ام في بي ان بس في الاخر، بقول لك ايه هو ايه اللي يميزهم كلهم؟ ان اشتغلت لهم ام جي ار اي
وشغلت لهم نيتشر بي. هو بالنسبه له ايه اللي حصل؟ هو لقى نفسه قاعد كده لا دي ولا عليه شغال ام جي ار اي، وفجاه بتجي له رسائل. اني رسائل؟ رسائل ان اتش ار بي دي خالص. اني ديستنيشن؟ لا لا مش هكتب ديستنيشن. ما دي بقى الميزه اللي في الدي ام في بي ان. انا عشان اكتب ديستنيشن وعندي كام فرع؟ ست فروع، هضطر اعمل ايه؟ ست تنل، وكل تنل ليه ديستنيشن غير الثاني. الدي ام في بي ان هو انترفيس تنل واحده بس، مش حدد لها ديستنيشن عشان خاطر تبقى ايه، هي تقدر توصل لكل الديستنيشنز اللي فين، اللي في الجدول دوت. طب وهو هيجي له المعلومات اللي في الجدول دي ازاي؟ هم بقى انا هبلغهم، اقول لهم ان اتش ان اتش ار بي ان اتش اس نيكست هوب سيرفر اللي هو اللي بيجمع المعلومات دي هو 10111444. اه على البرانش اهو. يعني بص مش ده برانش 1 بير 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 شو برانش 1 يعني 1111. طب وفي برانش 2 2 2 2؟ امال ايه؟ لا ده على برانشو، يعني الكلام ده على البرانشو. فبير بير 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 كانت احلى، انك انت على حسب رقم البرانش انك تكتب، مش هكتب بير بير بالحروف. اه ماشي، انا قصدي ايه يعني اللي هتحط له برقم البرانش. طيب حلو. الدي ام في بين ده بقول لك ايه، ما يستغناش عنه الاس دي وان. ايه جدع الكلام ده؟ ايه اللي دخل الاس دي وان في الموضوع؟ ما انا عايز اقول لك ان الاس دي وان تعريفه اساسا ان هو اوفرلي تكنولوجي مش اندرلي. يعني الاس دي وان ده بيركب فوق الشبكه بعد ما تتبني. يعني احنا هنعمل الكلام ده كله، نعمل الكورس ده وفي الاخر نتعذب اس دي وان؟ ما ده اللي انا بكلمك عليه. يعني هي دماغك منين يا جدع؟ ايه اللي يخليهم يقعدوا ينشروا التكنولوجي الاس دي وان؟ انت فاكر حتى في محاضره الاس دي وان دي قعدت ايه؟ كنت هتجنن. يعني احنا هنعمل كل اللي بنعمله، وهنعمل او اس بي اف، وهنعمل كل الكلام، وفي الاخر نروح مركبين عليه اس دي وان؟ ليه؟ فالقصد ان الاس دي وان لازم يقوم اوفر شبكه، تكون شبكه اندرلي. شبكات الاندرلي بتاعتنا في الحالات دي هتبقى ايه؟ تبقى اشهر حاجات يا اما دي ام في بي ان لو انا مربط فروعي مع بعض ثرو انترنت، يا اما ام بي ال اس لو بربط فروعي مع بعض بشبكه ترايفل. يعني انا لو عميل لشركه اورنج بزنس سيرفيس وبربط فروعي من خلال اورنج بزنس سيرفيس فام بي ال اس، وبعد كده اعمل فيها الاس دي وان. طيب ولو انا مش عميل لاورنج بزنس سيرفيس، عميل لتي اي داتا دي اس ال، عادي هربط نفسي بالدي ام في بي ان ثرو انترنت، وبعد كده اعمل نفسي اعمل فيها الاس دي وان. طب وفادتني كده في ايه الاس دي وان؟ ايزير مانجمنت. الكلام بقى اللي بيتباع ايزير مانجمنت، ايزير مش عارف اشورنس، ايزير اوتوميشن. ماشي لما نشوف هنوصل معاهم، بس ايه يعني هو في الاخر كلام. وللاسف يعني ممكن تبقى الاس دي وان ساعات بتسوق الاداء شويه، ولكن يمكن زماننا في ان سي ار قال لك لا دي جميله. يعني هو ساعتها قال لك لا دي جميله، تقول لي جميل فيها؟ قال لي تبقى قاعد بتعمل كل حاجه ومن على جهاز واحد. فماشي يعني ممكن ايزير مانجمنت، ايزير اشورنس، ايزير اوتوميشن. حلو. فدي ام في بي ان حلوه ومستقبلها كويس، ولكن جه اللي اطاح بالدي ام في بي ان من كام سنه بسيط. يعني في حاجه احسن من دي ام في بي ان؟ احسن واقوى، وخصوصا لو شبكاتك فيها داتا سنتر كمان. ليه بقى؟ تم اختراع نوع جديد من الفي بي انز، وهو النوع اللي في الفتره الجايه هياخد اكيد صيت اعلى شويه. ايه هو؟ نوع اسمه الـ VXLAN. بص على عكس ما ناس كتيرة فاكرة ان الـ VXLAN هو البديل للـ VLAN، وده مش غلط ده صح، بس الـ VXLAN ليها دور تاني خالص. طب معلش هو يعني ايه الـ VXLAN هي بديلة للـ VLAN؟ اقول لك الـ VLAN كان عبارة عن بتقسم الشبكة، بنقسمها برقم من 12 بيت. ففكر الـ VLAN العادية كام بيت؟ الـ VLAN العادية كانت من 12 بيت، وده كان بيدينا كام احتمال؟ بيدينا من 0 ل 4095. ده كده عدد مين؟ عدد الفيلانز. فالفي اكس لان اول تحدي جت تعمله لنا ان هي تزود لنا عدد الفيلانز. ازاي؟ ان الفي اكس لان يشتغل ب 24 بيت، وساعتها يدينا كام احتمال؟ 16,777,216 في اكس لان، على عكس دول كانوا عددهم 4096 فيلان. فصح ما قلناش حاجه، الفي اكس لان كده هتبقى كانك بتعمل فيلانات اكتر. بس مش ده الهدف الاساسي من اختراع الفيلان. هدف الاساسي من اختراع الفيلان ان هو يبقى بيقوم بدور التانلينج بروتوكول. يعني ايه اللي يحصل؟ يعني يبقى عندك شبكه بالمنظر ده، سيرفرز بقى لو هنتكلم على داتا سنتر. سيرفر ده الاي بي بتاعه كام؟ 172.16.1.2. بص بقى الحركه اللي جايه دي، والسيرفر ده 192.162.1.2 شبكه ثانيه، والسيرفر ده 192.162.2.2. لاحظ كده معايا، ده كده سبنت وده سبنت ثانيه وده سبنت ثالثه. بس هنحط ده في في اكس لان، وده في في اكس لان ثانيه، وده في في اكس لان ثالثه. ده الحلو بقى اللي في الفي اكس لان، ما احلى بكتير حتى من اللي فات. هتجمع دول في الاخر على سويتشات. اي نوع من انواع السويتشات؟ يعني هتلاقي فيه سويتشات اسمها سويتشات ليف،
وبعد كده توصل على سويتشات اسمها سويتشات سباين، وبعد كده توصل على الراوتر. حلو قوي. بعد كده الراوتر عبر شبكة الانترنت يقدر يوصلنا لمين؟ ممكن يوصلنا للمقر الثاني للداتا سنتر بتاعنا. شركة زي شركة امازون مصر عندها كم مقر؟ في حدود 13 مقر، عارف مقرات كتير، مقر منهم موجود في امريكا، مقر منهم موجود في استراليا. وعايزين ايه اللي يحصل؟ عايزين معلومات تتنقل من السيرفر بتاع العميل بتاعها، داني عميل سي اي بي، لمعلومات موجوده للسيرفر بتاع العميل بتاعها بس موجود فين؟ في بلد تانية وفي دوله تانية وفي قاره تانية. يعني واصلين على سويتشات سباين والسويتشات ليف، ويوصلين في الاخر على سيرفرات. بص بقى الحركه الجامده دي، السيرفر ده يبقى 172 16 1 2. شوف ده واحد، سوري واحد ثلاثة، ده واحد اثنين واحد ثلاثة. يعني ايه بقى؟ هنبدأ نحسس السيرفرين بالفي اكس لان دي ان انتوا اصلا في نفس اللان. يعني اللي احنا عملناه مثلا بالجي ار اي ده كان سب نت، وبروح لسب نت ثانيه، لا هنا الاثنين ممكن يبقوا في نفس السب نت بس مش نفس الاي بي. انا غلطت لما قلت 1.2 في الاول، يعني ده اي بي وده اي بي ثاني وفي نفس السب نت في نفس الفي لان في نفس الفي اكس لان. ماشي، بس ازاي في نفس الفي لان كده؟ احنا طلعنا على الوان، ده سر الاكستنسبل بتاع الفي اكس لان، ان هي تقدر تمد لك الفي لان. تبقى الفي لان مالها؟ خرجت بره حدود الراوتر. الفكره ده ما كانتش طبيعه بتاع الفي لان. الفي لان احنا بنوصل للراوتر خلاص انساها خالص، لا في في لان تاج ولا في اي حاجه من الحاجات دي، لكن الفي اكس لان هتفضل معاك. الداتا جايه طبعا تاني في اكس لان، هتفضل ماشي نفس الفي اكس لان اكنك يعني نفس الفي لان، توصل الناحيه الثانيه برودكاست بيوصل، مالتي كاست بيوصل، انون يوصل ما بين السيرفر ده والسيرفر اللي هناك، عشان الاثنين مالهم تابعين لنفس العميل اللي في نفس الداتا سنتر. فالسحر بتاع الفي اكس لان انك انت ممكن تبقى في الاخر ايه، عندك الجهاز ده واخد اي بي في سبنت، وهناك في الفرع الثاني في نفس السبنت، ونعمل ما بينهم بعض تانل يحسوا كانهم واصلين مع بعض بكده 192.168.1. مثلا 4 لا 2.3 مثلا، عايز ده 2.2.3. طيب يعني كده ايه اللي هيحصل؟ اقول لك مثلا اختار اللي رايحك مين عايز تعمل التانل من ده، ينفع من ده، ينفع من ده، ينفع. مش معنى الفي اكس لان مفهومه على السويتشات، اني سويتشات الجديده ليف والسباين، سويتشات اللي هي الكاتاليست والنكسس الجديده، فاهمه موضوع الفي اكس لان. فعايز تعمل الفي اكس لان من اول هنا ماشي، من اول هنا ماشي، بس اقول لك ايه، خليها عشان خاطر سياق الشرح نعملها من اول هنا. ليه من اول هنا؟ ان احنا اكننا هنعدي برضو عبر شبكه الانترنت، وهيحصل ايه؟ وده هيبقى 1111 مثلا، وده هيبقى 2222، عشان تبقى ماشيه بنفس الشرح بحيث ايه ما تتوش انت مني في الارقام. وايه اللي هيحصل؟ السيرفر ده عايز يكلم مين؟ عايز يكلم السيرفر اللي معاه في نفس الفي اكس لان بس اللي موجوده في مكان تاني. يعني هي نفس الفي اكس لان بس فرع شركته اللي في الناحيه الثانيه، او فرع داتا سنتر في الناحيه الثانيه. هيعمل ايه ساعتها؟ هيبعت الداتا العاديه. بقول لك ايه، ادي الداتا العاديه شكلها عامله ازاي، داتا بالاسم. حلو. وبعدين هيدر ازرق بتاع مين؟ براحتك، تي سي بي او يو دي بي. هيدر احمر. حلو، في ايه بقى الهيدر الاحمر ده؟ والله السيرفر ده هيروح حاطط المعلومات العاديه بتاعته. مين؟ ان السورس اي بي كام 192.168.22، والديستنيشن اي بي كام 192.168.2.3. والهيدر الازرق الاخضر، اسف بقول لك ايه، الهيدر الاخضر ده هيبقى فيه لو ده الماك ادرس بتاعه ايه، والماك ادرس بتاع ده بي. سحر الفي اكس لان ان الاثنين دول اكنهم لان واحده، يعني مش فرع شركه وفرع شركه وربطت بينهم بكابل. يعني في التكنولوجيز اللي فاتوا انا حاطط ايه، راوتر بيكلم الراوتر، فلان شايف ان في راوتر. يعني احنا ممكن نخفي خالص وجود الراوتر بالفي اكس لان، فهنحط ان السورس ماك كام، السورس ماك ايه، بص بقى، والديستنيشن ماك بي، يعني عايز توصل ديستنيشن ماك بي على طول الاخر. يعني تخلي ان الكمبيوتر ده والكمبيوتر ده ما بينهم بعض سلك، اثنين في نفس الفيلان. اكن هو الجهاز يبقى كنستو بلاي، هيعتبر ان اللي في النص كلهم مالهم كابلات. طيب سويتش في النص، لا سويتش شفاف، هيعتبره شفاف ومالوش ماك. الراوتر اكن ما فيش اصلا راوتر موجود. ماشي، ايه اللي هيحصل بقى؟ هنيجي للجهاز اللي هنعمل من عليه الكونفيجريشن بتاعت الفي اكس لان دومين. هنسميه الجهاز ده، بنسميه في تيب. طيب بص، كلمه تيب دي جت سيرتها من شويه، تانل اند بوينت، جبت سيرتها في السبور اللي فات. هنا بس اللي هنزودها ان هو ايه، في اكس لان تانل اند بوينت. ممكن يبقى مين الفي تيب ده؟ الفي تيب ده ممكن يبقى ده براحتك، ده براحتك، ده براحتك، بس بشرط يبقى حاجه لير 3. وتاني مفيش دلوقتي اجهزه نكسس مش هتلاقي لير 3 ولا كاتاليست، كاتاليست 9 200 لير 3.
كانت 9300 ليرتلي. ده السر اللي خلى كل حاجه بقت كده ليرتلي عشان تقدر تعمل عليها حتى الفي اكسلانز لو انت حابب. طب والناحيه الثانيه، ما ده الفي تيب اللي في الناحيه الثانيه، الفي اكسلان تونل اند بوينت. طيب ايه اللي هيعمله بقى الفي تيب دوت؟ بص بقى يا سيدي، هيطلع الداتا. تتبهرش بقى من اللي هيحصل، الدنيا بتتغير. الداتا لونها اسود صح، والهيدر ده لونه ازرق صح، وفي هيدر لونه احمر. بس الهيدر الاحمر ده اللي هو فيه ايه؟ السورس اي بي. اني اي بي 192.168.22. مين الديستنيشن اي بي؟ 192.168.23. بص بقى الماكات، والماكات اهي الماك، الهيد ده بالديل ده الماك، سورس ماك ايه، ديستنيشن ماك بي. يعني ايه عشان يوصل لبي؟ الفي اكس لان بقى راح مزوده هيدر باللون الموف. فين بقى؟ بعد الهيدر الاخضر، ودي اول مره تحصل واول حاجه تعمل حاجه بالشكل ده. فهي دي الميزه بقى، انه هيعمل ايه؟ اخفاء، مش الفك، اخفاء للفريم كلها كامله. يعني الفريم كلها كامله هتبنى ان هي يحصلها تانل، عشان كده ايه يقدر يكلم بيه. بيحط هنا ايه بقى؟ هنا بيحط 8 بايت بس. هقول لك شكلهم عاملين ازاي بتوع ايه دول، اسمهم في اكس لان هيدر. طب ايه المعلومات المهمه اللي في الفي اكس لان هيدر؟ بص، احلى هيدر في حياتي 8 بايت دول، صعب قوي تخرج من المحاضره دي مش عارفهم. ليه؟ اول 3 بايت، اول 3 بايت بص مالهم، ريزيرفد فور فيوتشر. الله، يعني مش شغالين دلوقتي، كلهم اصفار. جميل. طيب وبعد كده عندنا قد ايه؟ بقول لك ايه، 24 بت يطلعوا قد ايه؟ 24 بت يطلعوا كام بايت؟ 3 تانيين. عندك بقى 3 بايت تانيين اسمهم في ان اي، اللي هو في اكس لان نتورك اي دي. يعني ايه الفي لان اي دي؟ اللي هو يعني ايه رقم الفي ان اي؟ رقم الفي اكس لان نمبر، اللي هو كده رقم من كام لكام؟ مش 3 بايت يعني كام بيت؟ 24 بيت، 16 مليون. طيب كده اتبقى قد ايه؟ دول 3 و3 دول 8 في 1 بايت. ال 1 بايت دول مبروك ريزيرفد. ايه الجمال ده؟ لسه المستقبل. وال 1 بايت دول هم كمان ريزيرفد ما عدا 1 بيت بس. فلاجز، اسمها فلاجز. 1 بيت، بيت واحده بتقول ايه؟ ان احنا شغالين في اكس لان. هو ايه كل الريزيرف ده؟ ما هم لسه البروتوكول ده ما اتخمرش. يعني ايه ما اتخمرش؟ يعني هم قالوا بص احنا عايزين نطلع طلعه كده ونطلع الفي اكس لان، بس احتياطي جايز نحب نضيف عليه اي اختراعات فخليه 8 بايت. هو في الاساس كام بايت كان كفايه؟ 3 بايت كان كفايه، وفي بيت هنا بس بتقول ان ده في اكس لان، يعني احنا شغالين في اكس لان. يعني ممكن نشتغل بحاجات ثانيه في المستقبل، في المستقبل. هو لسه الكلام ده لسه فيه ابحاث طبعا، في اكس لان لسه فيه ابحاث، لسه ناس بتعمل فيها دكتوراه، بتعمل فيها ماجستير، واللي اتقفل لحد الان هو اللي انا بحكي لك عليه ده. 3 بايت و1 بيت بس. 4 بايت هنا لسه ريزيرفد فور فيوتشر، وفي هنا 7 بيت لسه ريزيرفد فور فيوتشر. اعمل سيرش حتى على جوجل هتلاقيهم ان هم ايه شغالين بالشكل ده. يا دولي طيب ممكن بس نقولهم تاني لان هم مش واضحين في السبوره، بدون ما تعيد كتابتهم ولا حاجه ممكن تقولهم عادي. لا ليه اهو، بص يا سيدي، دول انسان 1 بايت ودول اسمهم في ان اي، في اكس لان نتورك اي دي، ده 3 بايت. وبعدين دول ريزيرفد ودول ريزيرفد. قد ايه وقد ايه؟ دول 1 بايت ودول 3 بايت بس. دول بقى الوحيدين اللي بيهمونك. ليه؟ لان هم دول الوحيدين اللي مش ريزيرفد تقريبا. ال 3 بايت دول هم عباره عن الفي اكس لان اي دي، او بنسميهم فيرتشوال في اكس لان نتورك ايدنتيفاير. طيب حلو، يعني ايه اللي هيحصل؟ يعني مثلا شركه حبيبي على ايه بس، شركه ما بص انا عملت ايه، هنا كتبت الـ 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 الاسامي وهنا الارقام، هناك عكست كتبت الارقام جوه. يعني بص، هي فلاج وريزيرفد بالظبط. 1 بيت يعني هي فلاج، هي ريزيرفد فور فلاج، ريزيرفد فور فلاجز. 1 بيت بس المستخدمه منها لحد دلوقتي، يعني دي ريزيرفد فور فلاجز، يعني محجوزه للفلاجات دي، محجوزه لسه ما نعرفش ايه، ودي لسه محجوزه ما نعرفش ايه، مش احنا ما نعرفش، هم ما حدش يعرف لسه، لسه الابحاث عين. مين اللي بيعمل الابحاث دي؟ سيسكو مع مايكروسوفت مع ديل مع في ام وير، في شركه خمسه، هم خمس شركات اللي عاملين الاختراع دول مع بعض. ايوه، ما هم 4 بايت بس هم مقسمينهم عشان خاطر ايه؟ يعني دي هيبقى ليها استخدام ودي ليها استخدام.
بس يمكن انا اللي عكست الترتيب، بس يمكن انا اللي عكست الترتيب، يعني يمكن هم ايه ثلاثة وواحد فلاج وثلاثة وواحد ريزيرف. يعني احاول اجيب لك الرسمه، الرسمه فين؟ في اول كتاب، اول الكتاب بتاعت الفي اكس لاند. ليه احنا جبنا سيره الفي اكس لاند دي في اول خالص الكتاب ده؟ بس ما كناش شرحناها. بص بقى يا سيدي، اه في حاجات كانت في الاول. ما هو بص هتلاحظ، بص وراك خبره، ما حدش فيهم بيجيب الكتاب، لكن اللي جم جداد هم بيجيبوا الكتاب. بص بقى الكتاب مع الشرح مش لاقي ادي. بص وهتلاقوها في اول الكتاب. بص بقى يا سيدي، فين بقى؟ فين 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 اهو. اه بصي صح، انت صح، انت صح. هم شكلهم كده بالظبط، معلش يعني الترتيبه بتاعتهم بالظبط كده. الهيدر الموف، يلا عشان خاطرك يا فوقش مره كمان، الترتيبه الصح كده. 1 بايت، 1 بايت و3 بايت، 3 بايت مش 3 1 3 1، يعني الواحد والواحد في الاطراف. وايه كمان؟ و ال1 بايت دي ريزيرفد وما نعرفش ليه، يعني لسه فور فيوتشر. ودي اللي فيها الفي ان اي، ودي اللي ريزيرفد. شوفي انت والله كنت منطقيه في كلامك. ودي ريزيرفد برضو ما نعرفش ليه، ودي ريزيرفد فور فلاجز. فصح كلامك منطقي، يعني هيبقوا 3 1 4، فهي دي القسمه بتاعتها اهي. بقى عدلك الواحد عن الثلاثه، مبسوطه؟ فمعلش يا جماعه، هي الترتيبه بتاعتها عشان بس ما لحقتش احفظها كويس. هي مش 3 1 3 1 ولا تفرق في حاجه، يعني لو هم خلوا البي ان اي اول حاجه والباقي كله. اه عشان الترتيبه دي اللي غلط، الترتيبه دي الصح، الترتيبه دي الصح. اه يعني لو خلى البي ان اي والباقي كله، هتلاقي بص واحد عامل فيها ماجستير وقال لك الترتيبه دي احسن للمستقبل وللايسك بروسيسنج والكلام ده، تلاقيهم بص ساعات ايه بيهبدوا الهبدات دي. انا لسه ما قلتكش على الثقيله ليه؟ اصل بعد ما بيتحط الفي اكس لان هيدر هيتحط بقى ايه بالظبط؟ هيدر ازرق تاني، بس ده يو دي بي وبورت مخصوص، بورت 4 7 8 9. بص انا حافظها عشان ارقام ورا بعض. هيطلع بقى من البورت دي اللي الراوترات بعد كده او الليف او السباين سويتشز هتعرف ان احنا شغالين بالفي اكس لان. يعني يعني هيطلع ان الفي اكس لان واخده بورت نمبر 4 7 8 9، عارف زي ما في ابلكيشنز بتاخد بورتات، هم حاملين الفي اكس لان بورت مخصوص. طب وبعدين؟ هيدر احمر تاني. اه في بقى الهيدر الاحمر ده، الهيدر الاحمر ده في الاثنين في تيبس بتوعنا، عارفين زي الجي ار اي هيدر كان بيحط مين السورس ومين الديستنيشن؟ هنحط هنا اي سورس، هنحط السورس الحقيقي بقى المره دي 1111. ومين الديستنيشن؟ 2222. ده بتاع مين؟ بتاع الفي تيب. ايه الفي تيب؟ في اكس لان تانل اند بوينت، وده الفي تيب الثاني. لا تعالى بقى، انت استغربت من المكات، يعني ازاي هنعرف نوصل الناحيه الثانيه وانا حاطط اي وبي؟ ما هو هيروح حاطط مكات ثاني. ليه يا جدع كده؟ عشان خاطر بقى يروح حاطط في المكات دي المكات الصح. المكات الصح ايه؟ مين السورس ماك للي باعت ايه؟ بس مين الديستنيشن ماك؟ اسف مش ايه، بس مين الديستنيشن ماك؟ اكس بقى واي. مين اكس واي؟ هوب باي هوب، يعني يبدا يحطهم هوب باي هوب. بمعنى ان ايه اللي باين ظاهريا؟ بس اللي باين ظاهريا المكات بتاعت هوب هوب صح، زي ما بناخد في سي سي ان اي. وباين اني اي بي هات؟ وباين في الاي بي هات من اول التنل اند بوينت لاخر التنل اند بوينت، زي ما كان عامل الجي ار اي بالظبط. بس مكتوب ان ده بورت 4 7 8 9، فنفهم منها ايه؟ نفهم منها ان في في اكس لان نمبر، نفتح دول نلاقيهم ريزيرفد، بس هنلاقي في 3 بايت اللي مش ريزيرفد فيهم احنا تبع اني في اكس لان نمبر، في ان اي، في اكس لان، نتورك اي دي. فعرفنا احنا تبع اني في اكس لان، عرفنا ان احنا تبع مثلا في اكس لان 2 اللي هي بتاعت الاتش اس بي سي. الناحيه الثانيه عرفنا ان هو تبع في لان اكس 2. هيعمل ايه ساعتها؟ هيودي الداتا دي للناس بتاعت في لان في اكس لان 2، شيل كل دوا. ايه اللي وصل للسيرفر؟ ده اللي وصل للسيرفر. بص اللي وصل للسيرفر في ايه؟ ان السورس ايه اللي بيكلمك؟ سيرفر. والديستنيشن بي بيكلمني انا سيرفر انا. ومين السورس؟ دوت 2 دوت 2. ومين الديستنيشن؟ دوت 2 دوت 3. طب وليه الهبد ده كله؟ احنا كده زودنا الام تي يو كتير، ما الام تي يو خلاص بقى دلوقتي ممكن يوصل ل 9000 و9000 وشويه عادي، يعني لا تزودوا الايسكس وظبطوا الدنيا، انا عايزك تفهم الام تي يو اكتر من 1500. كل الكلام ده عاملينه عشان خاطر الدنيا دلوقتي بقت كبيره قوي، يعني السيرفر ده ممكن ما يطلعش سيرفر فيزيكال، امال ده ممكن يطلع ايه؟ ممكن السيرفر ده في الاخر يطلع عباره عن فيرتشوال ماشين، في ام،
وايه هو الفيرتشوال ماشين؟ افكرك برضو من السي سي ان اي، احنا ممكن نمسك سيرفر نقسمه لسب سيرفرز، وكل سب سيرفر يبقى ليه الاوبريتنج سيستم بتاعه بالبروسيسنج بتاعه، لان بتاعي ممكن اخلي السيرفر الحقيقي يبقى كام فيرتشوال سيرفر، 500 600 700 حسب ايه؟ حسب البرنامج اللي بعمل بيه الفيرتشوال ماشينز دي. برنامج اسمه هايبرفايزر. ايه الهايبرفايزر ده؟ البرنامج اللي بنمسك بيها السيرفرات الحقيقيه ونقسمها لسيرفرات افتراضيه. معلش كمثال كده عشان برضو رواية عدت عليك. ايه اشهر انواع الهايبرفايزرز؟ اشهر انواع الهايبرفايزرز في الفي سفير، اي اس اكس اي. ده بتاع مين؟ ده بتاع شركه في ام وير، هي اشهر شركه اصلا اخترعت الاختراع ده. ايه الفي سفير ده؟ الفي سفير ده عباره عن سوفت وير تسطبه على السيرفر بتاعك، يبدا يقول لك شبيك له بيك حبيبي، يقول له حبيبي اقسم السيرفر ده ل 500 سيرفر ل 700 سيرفر. انا مش فاكر الفي سفير اقصى حاجه ليه ايه، يعني اقصى حاجه كنت افتكرها كان من سنتين كده كان تقريبا 700 يا 500، يعني هو 700 يبقى المنافس بتاعه 500. مين المنافس؟ المنافس بتاعه بتاع مايكروسوفت. مايكروسوفت عامله حاجه اسمها مايكروسوفت هايبر في. ده بيعمل ايه؟ هايبر في ده هايبرفايزر. ده بيعمل ايه برضو؟ يمسك لك السيرفر الحقيقي يقسمه لسيرفرات اصغر. بس واحد منهم كان اخره 700، واحد كان اخره 900، سوري 500. بس لحد امتى؟ يعني الكلام ده كان من فتره، مثلا اخر مره كنت اشتغلت الحاجات دي من سنتين، يمكن دلوقتي يكونوا طوروا فيها اكتر، بقى ممكن نمسك السيرفر نقسمه ل 1000 ل 2000 ل 3000. طب وايه الميزه اللي في كده؟ الميزه اللي في كده هنجيب بس سيرفر كبير في الداتا سنتر نقسمه لسيرفرات اصغر، ويبقى سب سيرفر للسي اي بي، سب سيرفر اتش بي سي، سب سيرفر لبنك مصر. الناحيه الثانيه نعمل نفس الكلام لهدف توفير النفقات. هم اساسا لما عملوا موضوع الفي اكس لان ده يعني عشان ممكن ايه اللي هيحصل؟ سب سيرفر هنا فيرتشوال ماشين يكلم سب سيرفر هنا، فنعمل ايه؟ السب سيرفرز اللي تبع بعض في في اكس لان واحده، والفي اكس لان زي ما انت عايز 16 مليون في اكس لان، فعارف يعني ايه كل مجموعه سب سيرفرز تبع لشركه معينه زي ما انت عايز براحتك. فالقصد ان عدد الفيرتشوال ماشينز دلوقتي ممكن تبقى كتير قوي بسبب ان هي بتبقى حاجه افتراضيه، فاحنا محتاجين عدد في اكس لانز كتير ونفتح لها تانلز بالشكل ده. عارف تانل زي التانل بتاع الفي اكس لان ده هيقلب الموازين لدرجه ان في تيم مخصوص في شركه في ام وير، تيم اسمه ان اس اكس. تيم ان اس اكس ده مسؤول عن اي حاجه فيرتشوال نتورك بتحصل جوه السيرفرات، يعني لو جوه السيرفرات هنقسم فيلانات، في جوه السيرفرات بنقسم فيلانات، جوه السيرفرات نشغل ما بين سويتشات افتراضيه سبانينج تري، جوه السويتشات افتراضيه جوه السيرفر تعمل لها ايثر شانل، عارف الكورس اللي احنا اخذناه ده؟ يتعمل جوه قلب سيرفر ان اس اكس. ان اس اكس ده سوليوشن شركه في ام وير عاملاه انك انت تبني عالم خيالي، شبكه خياليه جوه قلب سيرفر، سيرفر تقسمه ل 700 سيرفر، ده 700 مش هوصلهم بسويتشات افتراضيه. طب مش عاملهم ايثر شانلز افتراضيه، مش هقسمهم فيلانز افتراضيه. فكل الكلام ده ليه حتى ايه يعني شغل اعلى بكتير. لو عايز تعرف اكتر محتاج تحضر كلاود وداتا سنتر عشان تفهم اكتر واكتر، واشوفك المره الجايه. وانا اشكركم على حسن تعاونكم، وعايزين ناخد صوره لازم. لا هنلحق. الفي بي ان لسه ممنوع، لسه ممنوع. يعني لو حد بص، هي فكره فكره في بي ان قايمه على ايه في الاساس؟ قايمه ان احنا ناخد اي بي ثابت احطه تانل سورس وتانل ديستنيشن. حلو، فانا محتاج بس اقول السيرفيس بروفايدر بتاعي ايه؟ عايز اي بي ثابت. راحوا مرغيين قصه الاستاتيك اي بي دي في اغلب السيرفيس بروفايدرز، عشان ما انت لما هتشتغل بالفي بي ان دي كده انت خسرتهم. بالظبط، برافو عليك. فخسرتهم ايه؟ بدل ما تاخد منهم كونكشن ام بي ال اس بتعمل الكلام ده وبتوصل فروعك ببعض، ده دي ام في بي ان ده عبقري. اقدر اوصل بتانل واحد بس لكل فروعي بالكونفيجريشن ابسط بكتير حتى من قبل كده. فهي دي كانت فعلا الازمه. فاضطر ان هم يعملوا ايه في بعض الدول؟ يروحوا قافلين الاستاتيك اي بي. حبيبي شفتني ولا لا؟ بجد انت اوعى تكون هترجع اسكندريه بجد. ماشي خليني اشوف، اشبع منك كده الحق، اشبع منك بجد والله العظيم. انا كمان بخير، ربنا يوفقك يا رب حبيبي، والله انت وفقتني حبيبي. يلا حبيبي ربنا يعزك، الله يبارك لك يا رب. بص حبيبي ما توحشني كتير. ماشي عشان اشوفك الاثنين. ها ان شاء الله. ماشي بالارض شو ارض؟ طب لا